بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طابت أوقاتكم ومرحبا بكم في لقاء جديد في الصالون العراقي بلوس أنجلس. وقد خصصت حلقة اليوم للحديث عن بغداد. كانت بغداد قبل أن يتخذها المنصور عاصمة لدولته ويبني فيها المدينة المدورة قرية تقام فيها سوق عظيمة في كل شهر مرة يأتيها التجار من المناطق القريبة والبعيدة. أما تسمية بغداد ففي التاريخ دلائل كثيرة تدل على أنها ترتقي إلى عهد قديم جدا، ورغم محاولة المنصور استبدال مدينة السلام به إلى أن بغداد أبت إلا أن تكون بغداد. تسميتها راسخة في أذهان أهلها ومحبيها. ازدهرت بغداد دهرا فعم مجدها الدنيا فيما اشتبكت عليها الأعصر، ولكن وريق عمرها بقى أخضر. عن بغداد وجنة عدن يحدثنا ضيف هذا اللقاء الأستاذ الدكتور تحسين الشيخلي. الدكتور تحسين بغدادي المولد، وفيها أكمل دراسته الثانوية والجامعية، حيث تخرج من الجامعة التكنولوجية بغداد، ونال شهادة الدكتوراه دولة في المعلوماتية من جامعة غرب بريطانيا في باريس في عام 1885. حصل على درجة الأستاذية عام 2001، متخصص في مجال هندسة البرمجيات ومؤسس لأغلب أقسام هندسة البرمجيات في الجامعات العراقية. درس في الجامعات العراقية والبريطانية، أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. ألف الدكتور تحسين مجموعة من الكتب باللغة العربية والإنجليزية، نشر له أكثر من 73 بحثا في المجالات العلمية، وحاز على التقدير الأكاديمي لبعض بحوثه من مؤسسات علمية عالمية مثل IEEE وACM. يشغل حاليا مدير مركز بحوث دراسات المستقبل في لندن. الدكتور تحسين الشيخلي واحد من مجموعة الشخصيات العراقية التي تناولها الكاتب الأمريكي مارك كوكس في كتابه أصوات من العراق، والصادر عن جامعة كولومبيا عام 2011، وهو توثيق لتاريخ مجموعة من الشخصيات العراقية. وقد خص الكاتب فصلا كاملا عن الدكتور تحسين الشيخلي. فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الفاضل، ولكم الحديث. وسهلا بك. أهلا بكم دكتور، تفضل دكتورنا العزيز. شكرا جزيلا. يعني أنا اليوم سعيد جدا أن أحضر وسط هذه النخبة الرائعة من السيدات والسادة، لأكن لهم كل التقدير والاحترام في الصالون العراقي في لوس أنجلوس. حقيقة هذا الصالون خلال يعني حديثا انضميت له، يعني يمكن 3 أمسيات، لكن في كل أمسية أخرج بحصيلة كبيرة جدا من الزاد المعرفي، اللي أتمنى أنه اليوم أيضا نقدر نضيف له شيء معين. شكرا أستاذ نزار في حديثك عن بغداد. بغداد كبيرة جدا بتاريخها وبتاريخ شعبها وبتاريخ أهلها. أنا اليوم من العنوان واضح أنه نتحدث عن موضوع حقيقة أتمنى أنه كان يتحقق، لكن مع الأسف لم يتحقق، والسبب هو المتغيرات السياسية.
جنة عدن. جنة عدن هي الحلم اللي الكل في كل الأديان ورد. جنة عدن في بغداد العنوان كان بإشكالية عند الكثيرين، وكثيرين سألوني شنو معناها جنة عدن في بغداد، هل هي معقولة هكذا؟ نعم، هو مشروع معماري لرؤية لواحد من أهم معماري القرن العشرين. هذه هي النقطة الأساسية اللي سوف أتحدث عنها. لكن قبل ما أدخل في هذا الموضوع، يعني علي أن أناقش موضوع آخر، هو الوضع اللي صار خلال فترة الحكم الملكي اللي استمر مو أكثر من 37 سنة، 3 ملوك ووصي على العهد ودولة أنشئت حديثا، وبالتالي في نهاياتها نجد مثل هذا المشروع اللي هو جنة عدن في بغداد، ومعماري كبير جدا يتعامل معه. يعني قبل ما أدخل في هذا الموضوع بالذات، علي أن أتطرق إلى نقطتين. النقطة الأولى هو الوضع الاقتصادي للمملكة العراقية قبل هذه المشاريع، وأيضا نفس الوقت أحكي عن مشاريع التنمية اللي صارت حتى نوصل إلى هذه النقطة اللي هو هذا المشروع، مشروع جنة عدن اللي صار سنة 57. العراق احتل من قبل الجيش البريطاني في عام 1917، ودخلوا بغداد عام 1918. حقيقة طبعا كان لكم معركة كلش كبيرة قبل ما يدخلون بغداد. هذه المعركة صارت في منطقة سلمان باك. اطلعت على مجموعة من المذكرات اللي كتبوها الضباط الإنجليز، وأيضا نفس الوقت الرسائل اللي يبعثوها لأهلهم. طبعا الضباط الإنجليز يتصورون بغداد هي نفس الصورة اللي كانت موجودة عندهم بالروايات اللي توصل لهم، مدينة ألف ليلة وليلة، قصور كبيرة، حسان وجواري في يتمشون في حدائق غناء. هذه الصورة كانت موجودة في داخلهم، ولذلك قرأت في واحدة من الرسائل اللي باعثها ضابط إلى زوجته بالهند، هو من الجيش اللي تابع النائب الملك، يقولها إحنا رغم دخان وغبار المعركة والمعركة الشرسة، إلا إن قصور على قصر علاء الدين يلوح لي من بعيد. يعني كانوا متصورين إنه راح يدخلون مدينة هي في كل ما فيها مدينة راقية جدا تتناسب مع مفاهيم الروايات الخيالية اللي قروها حول بغداد. المفاجأة هو أن دخلوا بغداد وجدوها عبارة عن قرية كبيرة، قرية لا فيها تخطيط عمراني، بيوتها يعني ليست بمستوى العمران اللي ممكن أن ينظر إلى، خاصة هم جايين من يعني من بلدان معظمها مرت بعصور نهضة عمرانية، شوارع غير مبلطة. شارع الرشيد نفسه كان يعني مصار لكثير من منفتح، والبيوت اللي مقصوصة على اليسار واليمين لا زالت آثار القطع موجودة بها. تفاجأوا بحيث أنه أحدهم كاتب في رسالة إلى زوجته، يعني هو نفس الشخص بالحقيقة، شايف قبة الإمام موسى الكاظم عليه السلام تلمع بالشمس، قال أرى من بعيد قصر علاء الدين، وبالأخير كاتب لها تبين أنه قصرا وإنما قبرا. يعني هاي الصور اللي شوكت الناس بها، انصدمت أثناء دخولهم إلى مدينة بغداد. طبعا الجيش البريطاني لما دخل بغداد بهالشكل هذا مع انسحاب مستعجل للقوات التركية، الوالي التركي باق نص الخزينة وانهزم. الجيش البريطاني أيضا استولى على المتبقي بهذه الخزينة من أموال، واستولى أيضا على أموال الوقف وسلمها كغنائم حرب إلى حكومة نائب الملك في الهند. هذه فد مقدمة بسيطة جدا.
عام 1921 شكلت أو قررت الإدارة البريطانية أن تكون هنالك إدارة عراقية أو دولة عراقية اسمها المملكة العراقية، وصار ما صار، وتنصب الملك فيصل الأول ملكا على العراق. طبعا إحنا من نحكي على دولة يعني معناها هيكل إداري، يعني معناها وزارات، جيش، موظفين، هذه تحتاج إلى مصاريف. العراق كان ما عنده غير ميزان التجارة الخارجية، يعني اعتمدت هاي الكتابين اللي أمامكم، هي سياسة الإعمار الاقتصادي في العراق والإيكونوميك ديفلوبمنت أوف إيراك، كتابين راقية جدا في هذا المجال ويحشون بهالاتجاه. بلد ما بفلوس نهائيا، بحيث اضطرت بريطانيا ترجع هذه الفلوس من الهند وتقرضها للحكومة العراقية مقابل فائدة بسيطة، يعني فلوسنا نفسها رجعت وندفع عليها فائدة بسيطة. وبقت فترة حكم الملك فيصل الأول والملك غازي فترة معتمدة على القروض، يعني عايشة بالدين، الحكومة أو الدولة العراقية عايشة بالدين، تداين وتصرف على موظفيها، لأنه بالتالي ميزان التجارة كان معتمد على تصدير التمور والأصواف و يعني الأشياء الأخرى البسيطة، اللي بالتالي ما كانت توازن الاستيرادات اللي كانت تجي، يعني كانت تجي هنا أقمشة، كانت تجي مواد غذائية غيرها كانت أعلى، وما يبقى فائض اللي هو ممكن أن يديم هذه الدولة. لذلك ما كان أكو تنمية. خلال حكم فيصل الأول وغازي ما كان أكو تنمية حقيقية في العراق. النفط أيضا ما كان مكتشف، اكتشف هو ليس مكتشف، يعني اقصد بالماس برودكشن، في مستوى الانتاج الواسع، كان مكتشف على مستوى معروف انه موجود نفط داخل العراق، لكنه لم يتم استخراجه بشكل دقيق الا مع حفر اول بير عام 1926. وعام 1926 استمرت عمليات مد الأنابيب ومحطات الضخ وغيرها، ولم ترجع عوائد يعني للحكومة العراقية إلا عام 31. خلال هاي الفترة من 25 إلى 31 العراق كان يستلم دفعة من بريطانيا مقدارها 400 ألف باوند سنويًا، هذه بشكل قطعي للكل. لكن بعد 1931 ومع تصدير النفط تم استبدالها بأن يدفعون 4 شلن مقابل كل طن من النفط الخام، ليس برميل وإنما طن من النفط الخام، يعني عوائد العراق كانت مو أكثر من مليون ونص باوند تجي سنويا نتيجة التصدير الهائل للنفط. طبعا هذه الاتفاقية بقت 20 سنة إلى المفروض يعني تجدد عام 1951. إلى 1951 لم يكن هنالك تنمية أو تطور اقتصادي في العراق بسبب الضائقة المالية اللي مر بها العراق، يعني نتيجة هالأمور اللي نتكلم عنها. الطفرة اللي صارت حقيقة هي صارت عام 1951 لما بدأ العراق يعقد اتفاقية مناصفة الأرباح مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق. وطبعا حتى هاي الاتفاقية ما تم المصادقة عليها إلا في بداية عام 1952. بديك اللحظة بدأت الحكومة العراقية تتنفس، يعني احنا بدنا نحكي على 52 وانتهت المملكة عام 58، يعني كل اللي بدنا نحكي عليه 7 سنوات حقيقة، واللي راح أحكي كله هو خلال هذه 7 سنوات، لأن قبلها ما كان أكو شيء. قبلها كان أعلى ما يدخل للعراق هو 3 مليون باوند سنويا. مع هذه الاتفاقية، اتفاقية مناصفة الأرباح مع الشركات الأجنبية، ارتفع مدخول العراق إلى 50 مليون باوند سنويا. فأصبح هنالك فائض مالي، أصبح هنالك وفرة مالية قادرة على أن
يعني تنظم مسألة التنمية في البلد. شكل في حينها مجلس الإعمار، ومجلس الإعمار هو واجب الأساسي إنجاز مشاريع تنموية وخدمية والنهوض بهذا البلد. نقطة قبل ما أدخل بمجال مجلس الإعمار، أريد أتكلم عن الملك نفسه. الملك فيصل الثاني اللي يعني توج عام 1953 بالحقيقة يختلف عن غازي وفيصل الأول، يعني يختلف عن أبوه جدا. أبوه جدا عاشوا في بيئة تختلف عن بيئته، هو من هو طفل تم تربيته في بيئة بريطانية، درس بهارو، شاف أوروبا، طلع بدأ يلتصق بالتمدن اللي موجود في الغرب أكثر من الآخرين. لذلك هو من أصبح هنالك أفرة مالية، وفي وقت تنصيبه ملك على العراق عنده كثير من الطموحات أن ينهض في هذا البلد بالشكل المناسب. طبعا مجلس الإعمار نفذ فعلا مشاريع كبيرة جدا، يعني مشروع سد بحيرة الثرثار، سد الرمادي، بحيرة الحبانية، سد دوكان، سد البندقان، سوى مجموعة من الجسور سواء في بغداد، في بغداد أو الموصل، حتى في مدن أخرى، وسوى مع أيضا بنفس الوقت معامل، مصانع يعني سمنت، سكر، أتصور النسيج، هذه كلها طاقة كهربائية، سوى طرق، سوى سكك حديدية، إضافة لأهم موضوع هو مشاريع الإسكان. أستاذي الفاضل إذا أمكن الصورة مع الدكسادس، إيه هي هاي الصورة نفسها اللي معروضة، حتى نعرف شنو هي مشاريع الإسكان اللي سواها بالحقيقة. خطط مجلس الإعمار أن ينفذ 400,000 بيت يبنى خلال خطة طولها 20 عام، يعني إلى تنتهي عام 1000 يعني 76 ينبني بها 400,000 بيت في العراق. استدعى المجلس واحد من أهم المعماريين في أوروبا اللي ساهم في إعادة أعمار أوروبا في حينها في مجال البيوت واطئة الكلفة ومتوسطة الكلفة، هو كونستانتين دكسيادوس، يوناني، مهندس يوناني برز خلال فترة مشروع مارشال في أوروبا ونفذ كثير من المشاريع، واستدعت الحكومة العراقية وإجا بقى الرجال سنتين في العراق، سوى مسح من الموصل إلى البصرة وبدأ يوضع المشاريع اللي هي تسوي عمليات إسكان. أنا أحكي على نقطة محددة بالذات في بغداد، قدم مشروعين للإسكان، مشروع في إسكان غربي بغداد ومشروع إسكان شرقي بغداد، طبعا ومن ضمن ما قدمه هو المخطط الأساسي لمدينة بغداد اللي ينفذ عام 1959، يعني هو الرجال سوى مشروع إسكان غربي بغداد اللي هو هسه منطقة الإسكان ومنطقة الوشاش بالحقيقة. هذا المشروع المفروض ينفذ بحدود 21,000 بيت. هذه 21,000 بيت هي اللي يتم بها إسكان واطي الكلفة وأيضا متوسط الكلفة. وشرق بغداد اللي بعدين تغير اسمه من مشروع إسكان، يعني مشروع إسكان شرق بغداد إلى بعد 58 إلى مدينة الثورة، وبعدين صار مدينة صدام، وبعدين الآن مدينة الصدر، هذا هو اللي سواه دكسيادوس. يعني هاي المدن الثنين اللي هي الإسكان والوشاش وهاي المناطق المحيطة بها ومدينة الثورة هي بالحقيقة
كلها من تصميم هذا المعماري، المهندس المعماري اليوناني اللي استدعاه مجلس الإعمار. هذه يعني بس حبيت أذكرها حتى نعرف أنه هاي المدن الثنين اللي كثيرين يحاولون أن ينسبوها لمعرف المن، بس هي بالحقيقة هذه هي الحقيقة اللي كانت وراها. طبعا المدن العمرانية أو التخطيط الحضري عندما يتم، هي مو بس فقط مجرد توزيع أراضي وبناء، طبعا أكيد تهيئة وتحتاج إلى بنية تحتية، مجاري، كهرباء، ماء صالح للشرب، طرق مواصلات، يعني كثير من الخدمات الأخرى اللي تساهم في أن تكون هي مجمع سكني حقيقي في هذه المنطقة. في منطقة شرق بغداد سووا أكبر مشروع مجاري اللي سوته شركة زيبلن الألمانية، اللي هو حتى يستوعب يعني الويست ووتر أو المجاري مال 750,000 شخص، و 750,000 شخص بداك الوقت بغداد كلها 750,000 شخص، يعني هي ما كانت مصممة للمستقبل، ولليوم هو يشتغل هذا المشروع. وزعوا الأراضي بالشكل المناسب، اللي نوعية البيوت اللي تنوضع، يعني دكسيادوس اشتغل بالعراق بشكل كبير إلى عام 1959 طردوه من العراق، وهو انتهى عقدا من العراق وراح بشكل كامل. هذه هي الصورة، هاي الصورة هي اللي صارت للتنمية في مجال مشاريع الإسكان خلال هذه الفترة. واحدة من عندهن أيضا من ضمن هذه الأحداث اللي صارت خلال هذه الفترة هو زيارة الملك إلى أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. زار الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما يتوج، عام 52 راح زارها. ومن زار الولايات المتحدة الأمريكية اطلع على كل يعني تعرف التطور اللي صار في هذا البلد، التقى بكثير من المعماريين، شاف مؤسسات، شاف معارض، صعد فوق الامباير بيلدينج، اخذ صور، زار هوليوود، كثير من الأمور. اجت بباله فكرة أن يدعو أحد المعماريين الأمريكان، واللي هو يعني واحد من أهم المعماريين في القرن العشرين، وكان عمره 90 سنة لما استدعي، اسمه فرانك لويد رايت، اللي مصمم المتحف الجوجل بنيويورك، يعني يبني دار أوبرا في بغداد. طبعا يعني هذه فتشي بالنسبة إلى كان غير شكل. طبعا رايت بالحقيقة واحد من أهم الناس اللي اشتغلوا في القرن العشرين في العمارة الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشهور جدا. هذا الرجل عندما استدعي لهذا المشروع يعني أبدأ إعجابه بالعراق وبتاريخ العراق، وقالها يعني حكاها بيوم عيد ميلاده 90، قال أنا دعاني الملك حتى أروح فيصل الثاني ملك العراق لبناء دار أوبرا، وهو قبل أسبوع رافض أن يبني دار أوبرا في نيويورك، وبعيد ميلاده كان حاضر عمدة نيويورك و120 شخص تقريبا مثل ما قالت البوست سيزن دي. قال لهم أنا راح أروح أبني دار الأوبرا على ضفاف دجلة في بغداد، في البلد اللي ظهرت من عند الحضارة، في بلد هارون الرشيد. معجب جدا بشخصية هارون الرشيد، ومتصور أنه مدينة بغداد بناها هارون الرشيد، يعني هذه هي الفكرة اللي بقت بباله من زمان. الثاني يوم الصحف طلعت تكتب عنه انه هذا الرجل مس شيء اسمه جني بغداد، واصبح هو جني بغداد وعاف نيويورك وراح الى بغداد. وصل الى بغداد بحزيران 1957،
يعني احنا بدنا نحكي سنة واحدة بس قبل أحداث ثورة 58، بالطائرة نظر إلى مدينة بغداد وشافها، التقى طبعا في مجموعة من المهندسين المعماريين العراقيين اللي هم من ضمنهم يعني المرحوم محمد مكية، المرحوم رفعت الشادرشي، قحطان المدفعي، مجموعة من المعماريين العراقيين الرائعين، والمرحوم جواد، يعني جواد سليم أيضا كفنان التقى به وزار المتحف والتقى بمجلس الإعمار، ومن ثم التقى بالملك، ولقاء بالملك كان يعني غريب، لأن هو كل مرة يقول له أنا معجب بهارون الرشيد اللي بنى بغداد، والملك يصحح له يقول له هارون الرشيد ما بنى بغداد، وهو يرجع يقول هارون الرشيد بنى بغداد. هذه كانت واحدة من المفارقات اللي رافقت هذا الموضوع. طلب من الملك، أن الملك كلفه بأن يبني دار أوبرا وجامعة وبناية الاتصالات وملعب لكرة القدم، يعني بشكل أو بآخر. وهو قال له أنا أريد منك شيء للملك. قال له شنو؟ قال له الجزيرة اللي تسموها أنتم جزيرة أم الخنازير، أريد حتى أبني عليها. فوافق الملك، قال له رأسا تفضل أخذها، الجزيرة إلك، أنت تقدر تبني عليها بأي وقت تريد. فهو كاتب حتى بمذكراته يقول ما معقولة يعني بلد تطلب من عندهم شيء رأسا بدون أي بيروقراطية، يقول لك روح اشتغل بهذا الموضوع. المشروع كلفته $1.5 مليون بذاك الوقت، ليست كبيرة جدا. بدأ يوضع التصاميم لهذه الجزيرة اللي هي جزيرة أم الخنازير، واللي هي طبعا أكلها القصب والدنيا لحد الآن هي تعبانة. صمم لها تصاميم، التصاميم اللي تشوفوها قدامكم أستاذ حازم، إذا تنزلي جوا شوية بعد إذنك، بعد هذا هو فرانك لويد رايت، وهذه هذا التصميم. نعم، صمم بها دار أوبرا على شكل زقورة، والمنطقة الباقية صممها على شكل حدائق، سماها آيسل أوف إيدن، حدائق عدن أو جزيرة جنة عدن. وبنهاية الجزيرة وضع تمثال على شيء اسمه مثل الملوية، وهي بالحقيقة الملوية معدنية، وفوقها تمثال لهارون الرشيد يؤشر باتجاه بغداد، باعتبار أنه هارون الرشيد هو اللي بنى بغداد. والأوبرا تقع على منطقة سواه دائرية تمثل بغداد الدائرية، وربط واختار منطقة الجادرية للجامعة، وربط بين الجزيرة ومنطقة الجامعة بجسر، وجسر آخر يعني أوكي حسا أحلى أقلها أحلى، وجسر آخر ربط ويا البر بغداد اللي هو يمر بمكان السفارة الأمريكية الآن حاليا اللي موجودة، ويمر عليها تقريبا بذاك الوقت. لو تشوفون التصميم، التصميم عبارة عن يعني نحية هذه المنطقة، وسماها جنة عدن، لأن ذاك الوقت إذا تذكرون أنه ويليام ويلكروكس العالم المتخصص، مهندس متخصص بالري، كتب بحوث قال أنه جنة عدن تقع بين بغداد والفلوجة، وبعدين كتب مرة ثانية قال من الممكن أن تكون جنة عدن في الأهوار. وأنا قبل شوية تحت شوية حازم القلعاوي دا أقول له الصورة اللي وراك هي منشورة في بحث اسمه كود بغداد بي أميجا سيتي، يحكي بيها الباحث عن أنه جنة عدن في الأهوار، نفس الصورة اللي تشوفوها أنتو خلف أستاذ حازم القلعاوي. هذا الشخص كان يتصور أنه جنة عدن هي موجودة في بين بغداد والفلوجة، متأثر بهذا الشيء رايت، لذلك قال أنا راح أبني جنة عدن على هذه الجزيرة. وضع بيها كل ما يمكن من خبراته كمعماري، اشتغل بحدود 70 سنة في مجال العمارة الحديثة، حتى هو مستغرب يقول أنا
شغلتي العمارة الحديثة راح أشتغل تاريخ، وراح أشتغل تاريخ في بلد هو أبو التاريخ، هو بهالمعنى هذا اللي كاتبه. وضع تمثال لآدم وحواء باعتبار أنه جنة عدن هي المفروض يعني بها آدم وحواء، وضع تمثال لآدم وحواء. السلايد البعض البعض أستاذ، هذه هو الأوبرا، دار الأوبرا لو تلاحظوا مسوي على شكل دائري ومحاط بيرات ومحاط يعني محاطات صغيرة وبحدائق، وتمتد هذه الحدائق باتجاه الجزء الآخر من الجزيرة. بعد النكست سلايد الآخر لازم بعد هاي منظر آخر للدار الأوبرا اللي هو الأوبرا هاوس اللي يسمى في بغداد. هذا التمثال اللي هو يمثل هارون الرشيد واقف على الملوية ويأشر باتجاه بغداد باعتباره هو الباني مدينة بغداد. هذه هي الفكرة الأساسية. طبعا المشروع بالحقيقة لم يعني يرى النور لأنه أول التالي هو كان سنة 57 إجا الرجال اشتغل يعني بقى بالعراق هنا بحدود أسبوعين، نزل في فندق الخيام اللي هو مجاور سينما الخيام، بوقتها كان جديد هو وزوجته وابن وبنته ورجلها زوجها اجوا الى العراق ورجع الى نيويورك، وهناك سوى هذه التصاميم وارسلها للعراق في بدايات عام 1958، وصادقوا عليها على انه هي تصير هذا المشروع وينفذه. طبعا الجامعه صممها بشكل يختلف عن التصميم الحالي، لأنه التصميم الحالي هو بالحقيقة نفذتها شركة أخرى غير الشركة اللي يعني مو هو، وإنما شركة أخرى. وأيضا حتى شركة مونبريو أتصور وشركائهم اللي هم نفذوا حتى مشروع دوكسيادس بالعراق في مجال التصميم الأساسي. وصلت التصاميم للعراق، أقرها مجلس الإعمار، المفروض يبدي العمل بالمشروع، يبدي العمل في مشروع دار الأوبرا، وبالتالي بعدين وراء يصير الجامعة ومبنى الاتصالات وملعب كرة القدم. صارت 58، وقفت الأمور كلها، بقت التصاميم موجودة في وزارة الإعمار إلى حد عام 1963. يكتب المرحوم رفعت الشادرجي في مذكراته، يقول أو في واحدة من المقالات يقول بقت موجودة تتنقل من غرفة لغرفة داخل وزارة الإعمار، غرفة بها الدهر فوق السطح، فوق سطح الوزارة، وأكلها المطر والتراب. ولولا أنه يعني مجموعة من المهندسين المعماريين العراقيين الحريصين على العراق أن يأخذوها وينقذوها كان انتهت بشكل كامل. يعني موضوع كلش يعني واحد يتألم بالحقيقة لما يقرأ. المهم أنه رايت حقيقة كان عنده حلم كبير جدا بأن يجعل من بغداد إحياء جديد لمفهوم يعني ألف ليلة وليلة، أن يجعل من بغداد ميجا سيتي، مدينة حيوية جديدة في المنطقة. لا ننسى إحنا الملك الفيصل الثاني كانت عنده طموحات كبيرة جدا بأن يربط العراق بالتمدن، يعني هو أول واحد راح اتفق به شركة باي وجاب تلفزيون بالعراق عام 56، وهو أول التلفزيون حقيقة في منطقة الشرق الأوسط. كثير من الأمور اللي حاول أن يرتقي ببغداد إلى المستوى اللي يجعلها على حافة التمدن. هنا نوقف
ما بين رؤية الضابط البريطاني اللي حكيت لكم عنها من دخله بغداد وشافها قرية بهالشكل، وما بين الرؤية اللي طلع بيها رايت من بغداد على أنه هي رح سوف تكون جنة عدن، هاي الفترة هي ليس أكثر من 36 سنة. بهذا الوضع الاقتصادي الصعب اللي حكيت عليه اللي استمر إلى عام 52 بالحقيقة، ولم يدخل العراق يعني أموال كبيرة جدا إلا عام 53، ومن 53 إلى 58 اللي هي 5 سنوات 6 سنوات نشوف مشاريع إسكان، مشاريع في مجال الري، يعني سد الثرثار وسد الحبانية، سد الثرحبانية أنقذوا بغداد من الغرق، يعني عام 54 صارت الفيضان في مدينة بغداد، عام 55 تم افتتاح السدتين هذه أنقذوا بغداد من الغرق، ولليوم لم تغرق بغداد بسبب وجود هذين المعلمين. جسور منها جسر الأئمة، جسر الجمهورية اللي بنت، طرق، مدينة المسيب وتخطيطاتها دكسيادوس عنده تخطيط كبير جدا لمدينة المسيب والحلة، وتم بها بناء كبير يعني كبير، طرق وجسور، وسعوا خطوط السكة الحديد، كان الغاية أيضا بناء مطار لبغداد في منطقة الدورة وعرضوها على رايت في حينها، وكان من ضمن المشاريع المؤجلة. طبعا الخطة لبغداد كانت المفروض أمدها 20 سنة، ال20 سنة مقسمة على 4 مراحل على 5 سنين 5 سنين، وكلكم تتذكرون أنه كل الحكومات اللي جت ورا 58 كانت تعتمد خطط تنمية خماسية، يعني الخمسية اللي هي نفس مشاريع مجلس الإعمار بدأوا ينفذوها خلال هذه، بس وبعضها بتشويه، يعني مثلا ملعب كرة القدم كان المفروض يكون بجاور المحطة العالمية، يعني محطة السكك الحديدية، المحطة اللي موجودة بالعلاوي، نقل في زمن عبد السلام، نقل إلى هذه المنطقة اللي هسه بيها موجود ملعب الشعب، وبني فقط الملعب بأموال من مؤسسة كولبن كيان. لم يبنى كل المشروع، كل المشروع استكمل بنهاية السبعينات، تذكروا تشوفون القاعة المغلقة هاي الكبيرة جدا اللي موجودة جنب الملعب الشعب اللي بها مسبح القادسية واللي بها قاعة مغلقة للألعاب الداخلية وكثير من الأمور، هذه من تصميم رايت اللي هي كانت جزء من هذا الكامباوند، السبورت كامباوند المفروض اللي يصير قرب سكة حديد بغداد. أيضا الجامعة لم تستكمل بشكل كامل، لكنه رايت وضع مجموعة من التصاميم، من ضمن هذه التصاميم هو المسجد، لأنه يعني عقلية بناء الجامعات عند كل المعماريين أنه يضع يعني مثل أوروبا يضع شابل في كل كامبوس، حتى هذه الجامعة وضع لها مسجد وتصميم المسجد، والمسجد لا زال لحد الآن موجود، يعني بني وموجود بس استهلك، ويمكن أستاذ صادق الطارق قبل فترة داولنا صور حول الموضوع، يعني الحال الآن حالته بائسة جدا. كثير من المشاريع اللي هي كانت المفروض ترتقي بمدينة بغداد وتوصل إلى المستوى اللي نقدر نقول عليه أنه بغداد وصلت إلى حافة التمدن، لكن مع الأسف منحنى التمدن بدأ بالانحدار وإلى ما قال إليه اليوم من تردي في وضع هذه المدينة العظيمة اللي حكى عنها أستاذ أبو ليث في البداية ووضح تاريخ العظيم، وأنا شرحت لكم شون كان أكو جهود لغرض الارتقاء بهذه المدينة وأن تكون مدينة عالمية كبيرة، يعني شبهها هذا الرجل بجنة عدن.
ما أعرف شون يعني نكمل، لكن أنا راح أترك الحديث بعد الآن للنقاش. أنا أشكركم أن سمعتوا هذا الموضوع، هذا الموضوع هو مهم جدا، وأتمنى أنه يعني قدرت أن أقول لكم اللي بهذا يعني اللي أقدر أسوي بهذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا. هذه تصميم بس دقيقة أستاذ حازم، هذا أصعد دي فوق شوية، دي فوق أستاذ حازم، هذا تصميم جامعة بغداد، هذا التصميم جامعة بغداد، وهو نفسه بقى، لكن البوابة والأقسام الأخرى الأجزاء الأخرى صممها مهندس آخر. انزل لي جوا أستاذ حازم شوية رجال لطفا. قبة، هاي القبة، هذا الجامع نفسه جامع. نفسه الآن تشوفه موجود هو بشكل أو بآخر، لكن مع الأسف بشكل منتهي. انزل لي جوا أستاذي الفاضل بعد حتى نشوف بعد أكثر. هذا الملعب، هذا التصميم الأساسي اللي هو يسمى أولمبيك ستاديوم، اللي المفروض يتصمم في بغداد، لكن يعني ما صار وصام بنا. هذه اللي هي مسبح القادسية، وبنت بزمن يعني بنهاية السبعينات أتصور. هذه الكل تباوع تقول هذا شلون بناء، شلون تصميم حلو، هو بالحقيقة من تصميم رايت. هاي واحدة. الاتصالات، بناية الاتصالات اللي موجودة بالسدك هي المفروض من تصميم رايت، لكن بالأخير صممها بشكل تفصيلي ورسم الكونتور مالها بالحقيقة رايت، لكن صممها رفعت تشادرشي بشكل كامل. يعني كثير من المشاريع اللي هي تعود لهذا الرجل اللي هو توفى عام 59 بالمناسبة، عمره 92 سنة وتوفى، وانتهى وهمزين ما شاف انه المشاريع اللي حاول ان ينفذها ما تنفذت. شكرا استاذ حازم. شكرا دكتورنا العزيز سلمتم استاذنا الفاضل على هذه الإحاطة التامة والواسعة في التاريخ العمراني لبغداد. أعتقد هناك كم هائل من المعلومات الجديدة انطرحت هذا اليوم، وأعتقد تحتاج هذه المعلومات أكيدا إلى نقاش واحتراضات واستفسارات. وأعتقد أول مداخلة من الأستاذ على الآيفون، للأسف شديد الاسم غير ناجي. أستاذ ناجي، أستاذ ناجي حياكم الله. أستاذ ناجي لكم الحديث، تفضل. السلام عليكم جميعا، اولا جميع الحضور، وشكرا جزيلا للاداره، وشكرا جزيلا للدكتور تحسين. والله العظيم كل مره هذا الرجل يعني حتى وحد يستحي يحكي، كل مره شيء جديد، ولا انا حاضر له هوايه امسيات، ولا مره واحده تشبه الثانيه. هسه ما يصير حتى نحفظهن كون واحده مثلا مثل عندنا واحد يمشي ورا المله حافظ مالاته، وين ما يقراهن هو يقرا وراه. انت مالاتك كلها جدد وكلها معلومات جديده، جزاك الله بخير. شكرا جزيلا دكتور، الله يحفظك. بس انا عندي شويه يعني استفسار. انت ذكرت بالبدايه بان الاعمار تقريبا بدا من سنه 51، يعني من اجت العراق شويه صار، لكن مثلا بالجنوب المناطق يعني مشاريع الري عندنا مشاريع قديمه جدا، يعني كل مشاريع الري تقريبا، وانا شايف يعني مصورها مشروع البدعة مثلا 1923 مصورة، يعني القطعة لحد الآن بعدها موجودة، وأغلب الجسور اللي صارت بمناطق الجنوب والنواظم اللي الآن هي مثلا بعد لحد الآن هي تصعدها وتنزلها حسب يعني النواظم الصغيرة، هي من قبل هذا التاريخ، يعني مو قصدي مو وراء 51. وهذا سؤالي بس، وشكرا جزيلا. أي نعم أجاوبك أستاذ أبو سلطان. نعم. المشاريع الري بالعراق بدأت مع بداية القرن، يعني حقيقة حتى في زمن الحكومة العثمانية المشاريع الري مستمرة، لكن أنا راح أقول لك شيء واحد. لا ننسى أنه العراق يعني أو الفترة اللي نحكي عليها بعد الحرب العالمية الثانية هي فترة مهمة في الصراع السياسي اللي كان به الحرب الباردة. الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي بمشروعه الكبير اللي هو التوسع الأممي
وبين الولايات المتحدة الأمريكية اللي خطت آيزنهاور بالاحتواء. الكل كانوا يركضون على العراق كمنطقة يحاولون أن يساهمون في يعني احتوائها. الأمريكان هواية أشياء قدموا العراق كمنح، كمنح مو بس الأمريكان، حتى الإنجليز، حتى الدول الأخرى قدموا منح، ومنظمات دولية قدمت، البنك الدولي قدم منح للحكومة في إنشاء مشاريع معينة. يعني هي موقفة التنمية بشكل كامل. أنا قصدت ماكو تنمية بفلوس العراق، بفلوس العراق ما كان أكو فلوس كافية لأن تكون هنالك تنمية، لكنه المساعدات، وقلت لك يعني في البداية كان عايش بالدين، يعني حتى موضوع يعني والله 32 من صارت اعترفت، يعني صار عضو بعصبة الأمم وصار دولة، فتحت سفارات، هاي السفارات مو فلوس، بنايات، يعني مصاريف الحكومة العراقية ازدادت أضعاف أضعاف. منين تجيب فلوس وماكو موارد حقيقة؟ قلت لك النفط كان يدفعون 4 شلنج مقابل كل طن من الكرود أويل، يعني هذه هي. لكن أكيد أكو مشاريع أخرى نفذت بأموال المنح والمساعدات الأجنبية اللي كانت موجودة. نعم، شكرا. أعتقد الآن دور تومر شكرا كثير. أعتقد الآن دور الدكتور خير الله سعيد، تفضل أستاذ. شكرا لك عزيز أبو ليث، تحياتي لكم وتحياتي للعزيز الدكتور تحسين الشيخ. أشكرك عزيزي. بالحقيقة اليوم أثار فينا شجن تاريخي وشجن رومانسي وشجن حضاري وشجن سياسي بالنسبة لي أنا كمتلقي أولا، لأن هذا أنا كان هذا السؤال يرن براسي، لماذا العراق ليس لديه مثلا دار أوبرا منذ زمن؟ أنا بالمناسبة دكتور تحسين أنا مؤرخ لبغداد ثقافيا، أنا كاتب موسوعة لم تصدر بعد حتى هذه اللحظة من وزارة الثقافة العراقية، صار لها 7 سنوات عندهم، اسمها موسوعة بغداد الثقافية في العصر العباسي 20 مجلد، مش شغل بيها 36 سنة وحق من خلقك استاذ تحسين. لا صادق، 36 سنة أنا أشتغل على القضية الثقافية، أنت الآن خليني أدق على رأسي. زين هذول هاي القوى السياسية، وهذا أيضا راح يدخل ضمن الأسئلة، ما دور القوى السياسية في عملية تفعيل مشروع فرانك رايت؟ ليش ما نفذوه؟ عبد الكريم قاسم ليش ما نفذه؟ بعثيين ليش ما نفذوه؟ قوميين ليش ما نفذوه؟ تريد الآن من دول المتخلفين اللي يحترضون على مهرجان بابل ينفذوه مثلا؟ يعني لا يعني ما شوف، هي من بدأت الانقلابات، من بدأ مغامرات العسكر عندنا تاخذ حيز كبير. خليني أكمل حتى أعطيك المجال. هاي المشكلة الرئيسية الآن مثلا، يعني احنا نملك هذا الإرث التاريخي والحضاري والمادي والثقافي، يعني هل السبب في تخلفنا العقلي، تخلفنا الثقافي، تخلفنا السياسي، أو تخلف القوى السياسية التي استلمت السلطة؟ هذا أيضا سؤال. أنتم الآن يعني أنت شخصيا، وطبعا أنا متابع إلى الأنثروبولو اسمه الذين اشتغلوا على تاريخ بغداد من الناحية العمرانية، زين أنتم هاي المعلومات كلها عندكم، لماذا لم تكتبوها سابقا؟ لماذا لم يعني تدافعوا عنها كأطروحات ثقافية سياسية اجتماعية ثقافية تخص تاريخ المدينة بغداد؟ يعني أنا مثلا لو هاي المعلومات عندي اللي أنت ذكرتها الآن، أنا ممكن أضيفها ضمن المقدمة مالتي لموسوعة بغداد الثقافية في العصر العباسي، حتما وراح أضيفها بالمناسبة، يعني حتما راح أضيفها يعني. لكن هاي هذا العوق الفكري خلينا نسميه، لماذا هذا التجني على بغداد وهي رمز الحضارة لكل الأجيال منذ أن أنشئت ولحد الآن؟ وأفسح لك المجال، تفضل أستاذ تحسين. شكرا جزيلا صدق الله. حقيقة هو الموضوع مؤلم، يعني أنا من الناس دائما أقول إنه العراق ارتقى من قاع التخلف، وصل إلى حافة المدنية،
ومع الأسف مغامرات العسكر من 58 إلى اليوم بالحقيقة، مو بس مغامرات العسكر، حتى المغامرات الأخرى انحدر بها إلى ما دون القاع. هذه كل الحكومات اللي جتي وراها جتي بالحقيقة ولا 58 جتي يعني معدلجة وتحاول أن تنفذ رؤى ما تعرف شنو. يعني جاء عبد الكريم قاسم الرجال يسقط الاستعمار تسقط أمريكا راح روسيا، جو البعثين قالت الوحدة وحجة الوحدة وروح جيبوا جمال عبد الناصر وإحنا نشتغل بهالاتجاه، جاء عبد السلام عارف وطلع عندنا خالد الدين حسيب الله يرحمه بالاشتراكية المادري إيش زين، وأمموا حتى محل الشربت زين، يعني اشتغلوا بشغلات التأميم، وراها جو البعثين المرة الثانية، وهذا الخراب اللي تشوفه لليوم. يعني هي 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 تراكمات لناس هم ليسوا رجال دولة. احنا بنحكي على مجلس الاعمار، انا حطيت صورة يمكن من ضمن الشخص مكانت هي صورة لمجلس الاعمار، شوفوا برئاسة ضياء جعفر زين، وضياء جعفر انسان علمي وكان وزير هو اعمار بنفس الوقت وخريج الخارج، ناس عندهم نزاهة. اكو موضوع راح ابعث لك اياه اقراه اسمه النزاهة المالية في العهد الملكي، مشروع او هو بحث حقيقة قدم الى الجامعة المستنصرية، اتمنى اقدر احمله بس ما اقدر احمله هنا، انا راح ابعث الاستاذ نزار واذا تريد اطلبه من استاذ نزار، وراح ابعث كل الاشياء هذه للاستاذ نزار. من تقرا عن النزاهة المالية بذاك العهد يعني تستغرب. يعني أنت أمين مكتبة بعانة يتحاسب بتهمة تبذير الأموال لأن اشترى قبغ مال الحب، وذاك القبغ ما تلفان. يعني أنت أخذ هيك أمور. ساسون حسقيل رجل استلم الإدارة المالية خلال هذه الفترة اللي داعش لك كلها ديون، واستطاع أن يوفي هذه الديون إلى عام 1951. يعني وفاها للديون، يعني ديون مشى بيها شغل العراق وبالأخير أيضا وفاها. تعرفوا واحدة من القروض بالنهاية العشرينات يعني بداية الثلاثينات كانت فترة كساد اقتصادي في كل العالم، وما كنت دولة عندها الاستعداد أن تجي تدينك فلوس لأن هي حائرة بأمورها الاقتصادية، كان كساد اقتصادي في كل العالم، العراق احتاج فلوس ما عنده فلوس، مصر مملكة مصر عرضوا عليهم قرض، هذا القرض مدة 3 شهور والفائدة مالته 50%، رفضها ساسون حسقي، رفضها قال يعني وإذا جتني فلوس من خلال 3 شهور ماشي الحكومة ما أريدها، راح الدائرة من التجار العراقيين، الدائرة من التجار من رؤوس الأموال العراقية الموجودة، ومشى أمور الدولة انت هنا هاي النزاهة بهيك ناس ما تلقيها بعد، ما تلقيها لا 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 وراها ولا بالجزمة، هي انتهت وياهم وراحوا. قال دكتور مثلا يقول هاي أوليغارية، بس أنا ما أريد أسميها أوليغارية زين، هم ذول الناس اللي فعلا اشتغلوا لصالح العراق. أنا ما دا مجد مرحلة بتاريخ العراق، هي هاي هو هذا التمجيد، هي الأفعال وليس أكثر. أما تقول أنتوا ليش ما تحجون أستاذ خير الله، لا الكل تحجي أستاذ صادق الطائي الرجل ويانا هسه حاضر، قبل سنتين ثلاثة نشر مال المشاريع المتعلقة بالإسكان بالعراق وهو باحث أنثروبولوجي في هذا المجال، آخرين نشروها رفعت تشادرتشي نشرها الله يرحمه محمد مكي حجة بيها كثير، قحطان المدفعي حجة بيها كثيرين كتبوا عنها، موفق الطائي معماري عراقي كتب كتاب عن رايت اسمه جني بغداد، وأيضا راح تنزل أستاذ نزار تقدر تأخذه من أستاذ نزار. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. شكرا بس دقيقة واحدة أستاذ نزار إذا تسمح لي، بس دقيقة مواقف بس دقيقة. طبعا أنا كل الشاكر لهذه المحاضرة اليوم، وشاكر لدخول أستاذ سيار الجميل معانا اليوم، سيار الجميل أيضا
من الناس المهتمين بهذا التراث سياسيا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا. يعني أكون شاكر أستاذ سيار إذا رفعت يدك وداخل معنا بهذا الموضوع. شكرا لكم. طبعا أنا سعيد أيضا أستاذ سيار يكون ويانا. شكرا دكتور. والآن الحديث أو المداخلة للأستاذ الدكتور محمد صادق الطائي. تفضل أستاذ صادق. شكرا جزيلا للصالون الثقافي، الشكر موصول للدكتور تحسين شيخلي. والحقيقة أنا يعني شهادتي الدكتور تحسين مجروحة، لأنه دائما أقول بأماسية اللي يعني تشرفت بإدارة بعضها أنه هذا الرجل حكى لا يمل له حديث. وبالنتيجة إحنا يعني إذا موضوع مهم فعلا يعني يسلط الضوء على جزء من مشكلتنا، مشكلة العراقية، والجزء هو في تاريخ العراق بالتأكيد. أنا مداخلتي بس حبيت أقول يعني ثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي هي هسه بنهاية الحديث أشار لها الدكتور تحسين، اللي هو اللي يحب يستزيد في هذا الموضوع، في موضوع رايت، أعتقد يعني أفضل ما موجود هو كتاب الدكتور المعماري موفق الطائي اللي هو فرانك لويد رايت جني بغداد، لأنه به المحاضرات. يعني هو قدم محاضرتين فرانك لويد رايت، واحدة بجمعية المهندسين، والدكتور موفق الطائي حاط النص الإنجليزي وترجمته ومغطي الزيارة كلها والمشروع كليته. النقطة الثانية اللي حبيت أنه يعني أسلط ضوء أو هامش عليها، يمكن اختلطت بعض المعلومات عند الدكتور تحسين الشيخلي، لأنه في يعني مع طلب مجلس الإعمار من رايت طلب أيضا من مهندسين آخرين، يمكن أبرزهم هو لو كوربازيه اللي هو المهندس المعماري السويسري الفرنسي، وقسم من المشاريع اللي أشار لها الدكتور تحسين هي مشاريع كوربازيه اللي هو من ضمنها الستاديوم يعني ملعب الشعب، وتحديدا القاعة، القاعة القادسية، هذا التصميم اللي يشبه الشراع أو السفينة، هذه تصميم كوربازيه. والمخططات الأولى لجامعة بغداد كانت لرايت، اي يعني مو المخطط مدينة بغداد، لجامعة بغداد كانت مخططات رايت، لكن التنفيذات يعني التنفيذ التفصيلي وكثير من التصميمات هي لكوربازيه ايضا. هذه اللي حبيت اشير لها. طبعا يعني مصادرها موجودة. بالاضافة الى نقطة على هامش حديث دكتور تحسين اللي هي مشاريع يعني رؤية مشاريع مجلس الإعمار. مجلس الإعمار بدأ من تعاون العراق أو طلب من صندوق النقد الدولي أنه يدزون مستشارين لحماية بغداد، هي هذا السبب الرئيسي، لحماية بغداد من الفيضانات المتكررة. فصندوق يعني البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوقتها منحوا العراق قروض على بشروط أن يكون هنالك مجلس خارج الحكومات، لأن الوزارات العراقية كانت تتغير بسرعة، يعني قسم منعتها أشهر وحتى أسابيع وتسقط الحكومة، فبالنتيجة ما تقدر تنفذ برنامجها السياسي أو التنموي. فصارت فكرة إنشاء مجلس الإعمار بوقتها ككيان مستقل ما يتغير بتغير الحكومات، على أن من صارت المناصفة مع شركات النفط وزادت الأرباح، صار القرار أن فلوس النفط، ريع النفط هذا اللي إجا من مناصفة مع شركة الاي بي سي تحديدا، هي توضع فلوس النفط في خزينة مجلس الأعمار للتصرف بها في يسوون المشاريع التنموية اللي هي خماسيات اللي ذكرها دكتور تحسين. بالمشاريع الأولى هي كانت اللي تسمى 75% أبو ليلك، 75% من عوائد النفط الوضع بالمجلس. هذه بالبداية دكتور كانت كل عوائد النفط توضع في المجلس،
من صارعتهم فائض، الخطة الخمسية الأولى قام يصير بها فائض، يعني الفلوس ما تنصرف، فتم تعديل القرار إلى أنه 75% من فلوس النفط تروح لمجلس الإعمار و 25% تروح لميزانيات الدولة التشغيلية والرواتب وما إلى ذلك. لاحقا بالبداية كانت كل فلوس النفط. اللي صارت أنه التركيز يعني الخمسة الأولى كانت على المشاريع العملاقة اللي هي مشاريع الري، السدود، الطرق، جسور، اللي يعني ماكو خدمات، يعني مجلس الإعمار كانت بالبداية سياسته مو الخدمات. الخمسة الثانية من أنجزوا الخمسة الأولى بنجاح بدت الخطط اللي تسمى الوسيطة أو القصيرة المدى، اللي من ضمنها بناء المستشفيات والمدارس، وبنهاية العقد الخمسينات اللي هي كان البلان مال إنشاء الأوبرا وإنشاء، يعني بدأوا يدخلون على حتى البنية التحتية الثقافية اللي من ضمنها مشروع رايت والمشاريع الترفيهية اللي إجا لها كاربوزيه ومجموعة من المهندسين الآخرين. هذه الفكرة أحد الأساتذة أستاذ سعد يمكن قال إنه ليش ما نفذت بعد ذلك. للأمانة أيضا مشروع أوبرا بغداد تم مناقلته من عهد إلى عهد إلى عهد. بالبداية في عهد عبد الكريم قاسم من ألغيت كل المشاريع السابقة لارتباطها بأمريكا والاستعمار وما إلى ذلك، يعني للتوجهات السياسية، بعهد عبد السلام عارف بعد 18 تشرين يعني بعد انقلاب البعثيين بدت بعض تنفيذ من ضمن الريع اللي تقدمه مثلا كولبينكيان وغيرها فأنجزت. عفواً دكتور صادق، ممكن شوي الاختصار لأنه آسف أنا خلصت. لا أنا خلصت دكتورنا العزيز، بس 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 أقول دائما الإضافات صادق هي اللي هذا إحنا نتعاون اثنيناتنا بهذا الموضوع. يعني أنا بالحقيقة هو واحد من المراجع المهمة اللي أنا يعني دائما أعتمد عليها بيجي شيء نتناقش إحنا بيها. كل اللي إضافة الله. اللي أضافها هي يعني تعزيز الموضوع، وأنا أشكرك أستاذ أبو علي للأمانة. بس أقول إنه مشروع أوبرا بغداد انتقل وصولا إلى زمن يعني إلى زمن صدام حسين، فتم تخصيص منطقة كرادة مريم اللي يعني يم منزل الجسر مال السنك على يساره، يعني على يمينه يكون الميليا على اليسار هاي المنطقة، وتم شراء كل البيوت وانقصت البيوت إذا تذكرون، وتم وضع حجر أساس لأوبرا بغداد وتوقف المشروع. يعني هذا القاص والشسمة صار تقريبا 2001 2002 2000 2001، هذه كانت آخر خطوة من خطوات تنفيذ أوبرا بغداد اللي الآن انتهت. أكو طبعا أكو حديث في وزارة، في أروقة وزارة الثقافة الآن الحالية، قسم يعني من الأخوان قالوا ما ممكن يعني في ظل هاي حكومات الخراب بعد 2003، لكن الحقيقة مطروح ملف الأوبرا يطرح مع كل وزارة جديدة. شكرا جزيلا، آسف على الإطالة، أشكركم على إتاحة هذا الوقت إلي. شكرا دكتور صادق، شكرا كثير. عفوا دكتور تحسين عندك جواب؟ لا بالعكس، يعني الإضافة اللي أضافها دكتور أستاذ صادق هي حقيقة هي تعزيز لكل ما قلناه، هي الغاية من عندها أن نطلع اليوم كليتنا إحنا من هذه المحاضرة وعندنا كم من المعرفة حول الموضوع كافي جدا. أشكرك أستاذ صادق يعني حقيقة. شكرا جزيلا. الآن دور الأستاذ شيروان مصطفى، تفضل أستاذ. السلام عليكم، مساء الخير، شكرا للصالون العراقي، شكرا للأستاذ الدكتور تحسين، فرصة ثمينة أنه يتحفنا ويربط بصراحة. شوف الربط خلال فترة حسب ما تفضل فترة قصيرة بين مشاريع عملاقة في العراق مع ضمنها بظروف إمكانيات صعبة، وحاليا مع توفر هذا الكم الهائل من الإيرادات وماكو ما نشوف أكو فد منجز واحد يفتخر به ببلده. أنا هو أشار إلى خلال حديثه إلى الوزير ساسون حسقيل، هو أول وزير مالية بالعراق وهو يمكن أول ميزانية طلعت من إيده. بس أريد أشير إلى حادثة تاريخية كلش مهمة بتاريخ العراق، وهذا يدل على يعني شوف المسؤولين قبل إيش قد كانوا نظاف وإيش قد كانوا
يعني حريصين ودقيقين. هو استلم وزارة المالية بال 1921، بقى لل 1932 بريطانيا رفضت تجديده. ليش؟ هو خول أن يروح يتفاوض ويا الاي بي سي في بريطانيا على موضوع حقوق العراق. فكان مثل ما تفضل أستاذ تحسين، كان أكو 4 شلنات مقابل كل طن. هو أصر أن يكتب 4 شلنات ذهب، وطبعا صار اعتراض وصارت مناقشات. هو طبعا شخص يعني بحقوق الميزانية مالت البلد كلش كان تف، فأصر على هذه. من انهارة العملة البريطانية الشلين بالأخير، فهم ضمن الاتفاقية أنه يستلموها مقابل بما يعادل 4 شلنات ذهب، فعدلت الميزانية العراقية. وكان يعني لحد الآن يشيدون بهذا الموقف، مع أنه الفريق التفاوض العراقي قال له تساهل مشي، أصر. فكانت يعني هذا موقف تاريخي يحسب إليه ويحسب إلى مستقبله. هو طلع بال 32 بس هذا ال4 شلنات ذهب صارت يعني ميزانية كبيرة للبلد ودعمت المشاريع الإعمار. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للفرصة هذه الثمينة. شكرا أستاذ شروان. هو بالحقيقة هذا الإصرار رفع الميزانية من 1.5 مليون باوند إلى 3 ملايين، وبقت استمرت الميزانية 3 ملايين بسبب. أنا ما لدت أذكر كل التفاصيل باعتبار أنه دار ركز على مشروع واحد اللي هو جنة عدن ودار الأوبرا مشاريع رايت، لكن تاريخ العراق بكثير من التفاصيل اللي هي تؤلم. أشكرك أستاذ شيروان. شكرا. شكرا. الدور للأستاذة أزهار، حياك الله، تفضلي. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. فرصة سعيدة أن ألتقي بهذا الجمع المبارك. تحية للأستاذ تحسين، تحية لإدارة الجلسة. أنا مهندسة استشارية، مهندسة مدنية قديمة. طبعا عندي محورين راح أضيف للموضوع. المحور الأول أنا أركز على نوع المشاريع اللي في زمن مجلس الإعمار، اللي هو أوبرا، جامعة، مبنى اتصالات، ملعب. الكل يعرف أنه من المشاريع الأساسية والبنى التحتية الأساسية التي هي إسناد للمشاريع الأخرى هي النقل والاتصالات. النقل يعني من نريد نقيس حضارة أي بلد نسأل كم كيلومتر شوارع عند تبليط، كم كيلومتر سكك حديد، لأنه لا تستطيع أن تصل إلى المصانع وإلى المعامل وإلى جامعات وإلى لم تكن هنالك طرق للنقل ووسائل وجسور وسكك حديدية. فكان يعني أنا اللي أشوفه من جانبي كان الأولى أن يركز أو يصير تركيز مجلس الإعمار في حينها على البنى التحتية اللي تأمن النقل لهذه المشاريع، لأنه من المعروف أنه الحضارات والمصانع والمعامل والمزارع تبنى على جانبي الطرق وعلى جانبي السكك الحديدية، يعني لكي تؤمن الوصول، تؤمن وصول المواد الأولية، تؤمن وصول الإنتاج، تؤمن التوزيع، تؤمن حركة المواطنين. فإذا لاحظ فترة الثمانينات كان هنالك تركيز على مشاريع، هي مشاريع مثلا مشروع مترو بغداد اللي تم تصميمه وتم إنجاز كافة التصاميم التفصيلية، ولكن ما حصل من ظروف حال دون بدء التنفيذ. كان هنالك مشروع سكة حديد بسرعة عالية بين بغداد، كوت، ناصرية، بصرة، مقصر، وأيضا بغداد، كركوك، أربيل، موصل، تركيا، يدخل إلى الإسكندرونة، ميناء الإسكندرونة في تركيا. وكذلك كان أكو مشروع للخط الدائري حول مدينة بغداد. فكل هذه المشاريع لو كانت تنجز كانت تتأمن حركة، وكانت تتأمن تواصل وإقامة معامل سمنت، مصانع، قطاع خاص، استثمارات كبيرة كان المفروض أن تنفذ حولها، ولكن صار اللي صار وصار الحصار وما تنفذت هذه المشاريع.
فأنا أؤكد دائما وأبدا أنه هذه المشاريع هي من الأساسيات من البنى التحتية من أجل أنه، وطبعا كان يحتاج مجلس الإعمار ما أدري بتصوري إلى جهة تخطيطية، مثلا عندنا إحنا كانت وزارة التخطيط وزارة قوية كانت تخطط وتبرمج للمشاريع الأساسية اللي خطوة فخطوة إلى المشاريع الأكبر فالأكبر لإعمار العراق. النقطة الثانية اللي حبيت أركز عليها هو مبنى اتصالات السنك. بالحقيقة أنا في نهاية السبعينات تم تنفيذ مشروع السنك، كنت في بداية حياتي الوظيفية، تنفذ في زمن الأستاذ عدنان القصاب المرحوم. عدنان القصاب كان أول رئيس للشركة العامة للمقاولات وتصميم رفعة الشادرشي مثل ما تفضل الأستاذ الشيخري، ولكن هذا الستايل مال التصميم المعماري، هذا الستايل اللي لازال إلى يومنا هذا قائم، هو ستايل رفعة الشادرشي بالأقواس، ولا أعتقد أنه هو كتصميم معماري إلى فرانك رايكس. بس حبيت أن أسلط الضوء على هذه النقطة لأن عشت أنا مرحلة تنفيذ البناية في حينها، وأيضا عشت مرحلة إعمارها عندما انضربت بالواحد التسعين ومفردات الأقواس والتصاميم. فقط حبيت أضيف هاي النقطة إلى ما تفضل به الأستاذ تحسين، وشكرا. شكرا شكرا أستاذ. أنا بس أحب أجاوب استاذ بالتالي، أشكر استاذ على هذا يعني أنت الجناب مش متخصصة. إحنا ده نحكي على مجلس الإعمار اللي هو نفذ خلال 5 سنوات فقط، احنا بدنا نحكي مدى نحكي على كل الخطه، لكنه لو تتذكرين يعني او جناب قاري انه تاريخ مجلس الاعمار، مجلس الاعمار سوى اسبوعين للاعمار، واحد بسنه 56 واحد بسنه 57، واحد بشهر نيسان 56 والثاني باذار 56، افتتح بمشاريع من ضمنها بالاسبوع الاول افتتح جسري الحله والهنديه، وفتح طريق الحله كوفه نجف، والمشاريع المفتتحة بذاك الوقت كانت بحدود $20 مليون. بسنة 57 افتتح جسر الملكة عالية اللي هو الجمهورية اللي يربط قلعة مريم ويا الباب الشرجي، وراها جسر الأئمة اللي يربط بين الكاظمية والعظمية، ووضعوا الحجر الأساس للمتحف العراقي يعني اللي بوقتها، وفتحوا معمل البان أبو غريب. يعني هي ليست فقط مشاريع إسكان، احنا ركزنا على مشاريع الإسكان باتجاه معين، لكنه المشاريع مجلس الإعمار كثيرة، وكثيرين من كثير من المشاريع اللي نفذت لاحقا هي بالحقيقة من ضمن التخطيط. اما تقولين ما كان اكو تخطيط، مجلس الإعمار كان اعضاء ب2 من مكاتب استشارية أجنبية، يعني مكاتب متخصصة في هذا المجال أكبر من أن تكون هنالك وزارة تخطيط من يعني تقدمه. هذول الاستشاريين الاثنين لهم صوت أساسي في المجلس، وكثير من المشاريع هم وقفوها ورفضوها وفضلوا مشاريع أخرى. من ضمن المشاريع اللي ما تنفذت يعني بوقتها، مو بس اللي حكينا عليها، يمكن البرلمان العراقي اللي بقلعة مريم بالعلاوي الحلة، مدينة الطب، وكلية الطب الأسنان والطب البشري، جامعة بغداد، هاي كلها هي بالحقيقة ضمن مشاريع مجلس الإعمار. مبنى أمانة العاصمة اللي بشارع الجمهورية، هذا بالمناسبة كان يعني المفروض يكون ويا دائرة إسارة بغداد بداخله، هي بالحقيقة كان مقرر أن يبنى به مركز ترفيهي، مو بس يعني مكتبة عامة ومعرض للفنون الجميلة وحدائق واسعة زين بوقتها وما صار. يعني أكيد أكيد إحنا دا نحكي على مرحلة يعني كنا نتمنى إنه تتنفذ هذه المشاريع، لكنه خلينا نلوم نفسنا على إنه هذه المشاريع لم ترى النور بسبب سياساتنا لا أكثر ولا أقل. أشكر الست زهر. والدور أعتقد الآن للأستاذ محمد فرادي إذا كان موجود. تفضل أستاذ محمد. شكرا جزيلا عزيزي. حياك الله أبو حيدر. تسلم. والله أنا جر حصوة قبل ما أحكي. شكري الكبير للدكتور تحسين. عزيزي دكتور يعني مشكور على هذا السرد الجميل،
والعرض الرائع للوثائق النادرة. يعني حقيقة يعني تقصير مني أو يعني الحقيقة أنه تمتلك أنت فد وثائق نادرة غايبة عنا عن بغداد وعن مشاريع عمار الأسكان وهذه. وزيان كان عندي سؤال عن شلون الحصول عليها، فإذا ما أعرف كلها راح أخليك إياها يا أم أبو ليث. إيه ممتاز والله دكتور، زائدا إنه أنتوا على دخول أبو ليث كل ساعة طلبوا من عنده. أنا بالنسبة لي راح أنزل أبو ليث. أيضا دكتور صادق أشار إلى كتاب الدكتور موفق الطائي المعماري، موفق الطائي حول جني بغداد، عندي موجود نفسه لحدث أيضا. ممتاز جدا دكتور، عندي كم سؤال حقيقة ضرورية، يعني حتى لو شوية جاوز على الوقت ثواني، وأيضا يعني مقترح أو فكرة. السؤال، هذه التصاميم اللي عرضتها حضرتك الآن موجودة في بعض الأماكن في بغداد، مثلا أمانة العاصمة أو أمانة بغداد أو كلية الهندسة المعمارية؟ هذا السؤال. السؤال الثاني طبعا هو أجاب عليه أو أجبت عليه من خلال سؤال الدكتور خير الله، اللي إحنا عندي نفس السؤال، هو هل هناك مساعي لمتابعة وإنجاز هذه المشاريع المهمة كأطاريح لطلبة العمارة أو لمشاريع قادمة؟ بخصوص تصميم مسجد بغداد جامعة بغداد أيضا، يعني كان عندي تعقيب عليه أجاب عليه الدكتور صادق، منوها إلى أن كاربوزيه هو المصمم للمسجد أعتقد، مو حول هذا المسجد الحقيقة يعني لا ليس المسجد، كاربوزيه صمم بالبوابة وباقي الإدارة يعني، لكن المسجد هو بقى من تصاميم رايت. والله هذا فخر كبير دكتور حقيقة. أنا أتذكر وما أدري إذا أنت تأكد لي على هاي المعلومة، ممكن الطالب يعني بالسبعينات ودونا على هذا المكان حتى نطلع على أغرب تصميم لقبة مسجد، كانت هيكل. هل ما زالت هي هيكل هذا المسجد؟ لا هي لا، هسه صارت وين، هسه صارت مزبلة، صارت مزبلة حسب ما أتذكر. يعني الأستاذ اللي حدثنا عن الخصائص المعمارية لهذا الشكل الغريب قال هذا يعتبر أغرب تصميم وأحدث تصميم لمسجد إسلامي بعد الملوية، على اعتبار أن التصميم يعتبر كل المسجد هو قبة، هو صح. قبة وركائزها المستندة عليها هي أوتاد خيمة، فهو الجمع بين التراثين الإسلامي والتصميم العربي الممثل بالخيمة. وللأسف لم يظهر إلى الآن في العالم تصميم لمسجد يعتمد على شكل القبة، اللي هي يعني هي أشبه بأوبرا، تصميم دار أوبرا يعني، هي بس مسجد إسلامي يعتمد على القبة. أتمنى طبعا أن هذا يهتمون به يعني المسؤولين أو المهتمين أو في المستقبل، لأن يعاد ليس فقط لأهمية التصميمية أما أيضا لأهمية المصمم عالميا، يعني إحنا نكون كسبنا وجود لشكل معماري صمم أمريكي اللي هو كان في بداية القرن الماضي هو أهم مصمم معماري بالعالم. هذا بالنسبة للمسجد. أتمنى بهذا المقترح دكتور، وأنت يعني متابع ومهتم بهذا الموضوع، ويمكن لك أتمنى أن تكون عندك أيضا التواصل مع الجهات يعني أو مع الأفراد أو مع المعماريين والمهتمين، هل بإمكان أن نصل أو نسعى لإيصال الموضوع إلى اليونسكو كحماية لبغداد، بغداد بأكملها وليس بمعالمها أو بعض مناطقها؟ بغداد هي مدينة حضارية وتاريخية وثقافية، ليش ما مثل ما يعني سعوا إلى أن اعتبار الهور هو من الأمكنة المهمة اللي تطلبوا منها الحماية وإدراجها ضمن وثائق الأمم اليونسكو؟ ليش ما أيضا نسعى ويسعى كل المسؤولين والمهتمين أخوتنا المثقفين والفنانين والمعماريين أيضا إدراج بغداد ضمن هذا الإطار لليونسكو وحمايتها على الأقل من التخريب أو زوال كثير من المعالم اللي يعني تتعرف تمثل هوية بغداد؟ فهذا اللي يعني
حبيت أقوله، وشكرا جزيلا حبيبي دكتور تحسين. أنا حبي أجاوبك من الأخير. أوكي. عندي صديق مهندس معماري معروف اسمه تغلب الوائدي، ومع الأسف ما شاركنا، ولا كان يعني ما دعيته حتى شاركنا، ولا كان مفروض هو اللي يحكي. قدم مشروع عام 2007 أو 8 عن إحياء المركز، يعني المركز القديم لمدينة بغداد، وقدم تصاميم أتمنى أن تشوفها في كتاب موجود اسمه بغداد، تصاميم لبغداد، تغلب الوائلي. ويمكن إذا راسلتني، إذا راسلتني أدزلك إياه بالإيميل لأن ما يتحمل على ال... قدم مشروع من أرقى ما يكون لشارع الرشيد والحفاظ على كل العيون التراثية المعمارية الموجودة في هذه المنطقة. تعرف أن هذه المنطقة الآن تتعرض لأكبر عملية تخريب، ومشتركيها الفاسدي والسرسرية والشلايتية والسياسيين وكل الأمة مشتركة بها، يجون يحطوا لك على بتعرف التهديش، البنايات كلها تقريبا هي ماكو شيء، كلها أغلبها خشب وباريات. خان الباشا حرقوه، أعرف إيش حرقوه، أو يتركون المي فوق السقف ينهار البناء، يجي مهندس من أمانة بغداد يكتب نعم زاله، يشيلوه يبنون بوكانة بناية جديدة، يحطون عليها هاي الألوان الحلوة الجديدة، هاي الأكولاين ما يسموها، هاي مالتهم أحمر وأخضر، هذا أحمر وأخضر زين. الرجال ذبح روحه من ذاك الوقت إلى هسه، إلى اليوم هو لا زال لحد الآن هو ينفخ بالحجر على محافظة على ذني العيون، والتصاميم لو تشوفها جنابك يمكن حتى رايت ما يسوي مثلها زين. تصاميم رائعة كلفتها آلاف الدولارات، يعني مكتب تعرف معماري وانت جنابك، يعني أكثر من 600,000 دولار كلفتها فقط التصاميم، وقدم لهم إياها أمانة بغداد، ودعتك أمانة بغداد لعبت بي جولة من ذاك الوقت لليوم. حتى في يوم من الأيام لما شافوه دي يلح ويروح عند هذا وذاك ذبوه بالسجن يومين بأيام عيد زين. لا تقول لي، لا تقول لي أكو هاي واحدة انتهينا من عندها. النقطة الثانية اللي جنابك أثرتها مسألة المسجد، أنا أتذكر بال96 دا درس وأذن يعني المفروض نروح نصلي، فرحت إلى لقيتها مسدود، مسدود ومسدود صار لفترة كلش طويلة سادي كانوا أباو عليه، يعني مسجد رائع جدا جامعة بغداد رائع جدا بس يعجبك. هسه قبل يمكن حوالي أكثر من أسبوعين بعث لي أستاذ صادق صورة حالية إله واقعة، كل تعرفه مزجج بهذا الأزرق السيراميك الأزرق، واقعة كلها ومتهي والزبالة واصلة للشبابيك وما تفتهم الصاير بي مع الأسف، يعني مع الأسف. أنا يعني هو اليوم محاضرة مؤلمة، أو بالحقيقة ليست محاضرة وإنما حديث مؤلم. كليتكم أنتم حريصين على هذا البلد، وكليتنا حريصين على هذا الأرث اللي تركوه الآخرين، لكن شو تسوي؟ هو مو كل واحد يورث يطلع خوش آدمي، أكو هواية ناس ورثتها لها ولعبة قمار وخسرتها بالفلوس. إحنا هالشكل، إحنا ورثنا حضارة وطيحنا حظها. شكرا أستاذ طافي، شكرا دكتور العزيز. عفوا أستاذ غانم أسمحك عذرا بس دقائق، راح أقدم الأستاذ سيار الجميل لأنه ضيفنا لأول مرة، الأستاذنا ودكتورنا سيار، حياك الله أستاذ سيار، حياك الله، حياك الله دكتورنا العزيز. أهلا وسهلا، شكرا شكرا. أنا الحقيقة أعتذر لأني دخلت متأخرا لظروف شوية صعبة كانت عندي اليوم، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم وفي هذا الصالون الزاهر. حياك الله. مع تحياتي لكم جميعا أيها الأصدقاء، وتحياتي أيضا للأخ الدكتور الأستاذ الدكتور تحسين الذي يعمل
على أن يكون للعراق اسم في هذا العالم كأسوة بغيره من أبناء النخبة الكريمة. وأثارني الموضوع الحقيقة، ولكن فاتني أن أسمع الدكتور تحسين. أنا المشكلة عندي أكبر من ذلك، يعني أنا أتمنى أن يكون ليس إعمار بغداد فقط وإنما إعمار العراق ككل. طبعا في سنة 77 التقيت في بريطانيا ببيتر مانسفيلد، وكان تواً قد أنجز كتابه العرب، وكتب عن العراق كلاماً تأمل فيه قبل 58 أن يكون بلداً متقدماً في نهاية القرن العشرين، وكتب ذلك في الستينات، ولكن قال بأن العراق أخذ طريقاً آخر في التاريخ. العراق يهمني ويهم كل الإخوة العراقيين المخلصين له أن يتقدم وأن أن نعمره بكل مجالات الحياة، ولكن قبل أن نعمر العراق علينا أن نعتني بالإنسان. الإنسان العراقي لم يعتنى به، وخصوصا من الناحية السياسية، الذي دمرته السياسة على طول الخط من أيام ساسون حسقيل وحتى يومنا هذا. يعني لم يرتاح العراق، يعني في الثلاثينات مشاكل سياسية، وهو كما قال الدكتور تحسين يعاني من فقر. في الأربعينات أصبحت، وخصوصا المثقفين وخصوصا أبناء النخبة، يسبحون بالنازية وعملون مشاكل. ب52 قفز العراق قفزة واسعة جدا بمناصفة الأرباح مع الشركات، ولهذا في الخمسينات استطاع العراق أن يخرج من دائرته الضيقة التي كان عليها لكي يتشكل مجلس الإعمار. وكان مجلس الإعمار حدثا فريدا في هذا العالم وخصوصا في آسيا. لو بقي مجلس الإعمار كما يشير أغلب المؤرخين الغير المتحيزين الموضوعيين لسبق سنغافور وماليزيا وغيرها من دول وحتى تركيا، ولكان من النمور الآسيوية. ولكن كما قال الدكتور تحسين أخذتنا سياسة ما سمي ما غير من الإعمار إلى التخطيط، وأصبحت النخبة في خبر كان، وأصبح التخطيط بيد حاكم واحد هو على مزاجه، هو الذي يقرر، هو الذي يبني، هو الذي يعلن، هو الذي يسوق هذه البضاعة لنظام في كل النظم التي أتت بعد 58. العراق يحتاج إلى بناء إنسان، لأنه كما رأينا أنه حتى المثقف وحتى المعمار وحتى التشكيلي الذي ساهم في بناء العراق في الخمسينات، ومن بعضهم ذكرت بعض الأسماء، انقلبوا بعد 58 لكي يدينوا الأعمال التي روجوا لها في الخمسين، وأدانوا ذلك النظام صاحب مجلس الإعمار الذي اشتركت فيه نخبة لم يتدخل فيها لا ملك ولا رئيس وزارة ولا هناك مستشارين، وعرفوا من أتوا به لكي يبني، ولكن في غياب تغيير العقلية والذهنية
النزاهة مطلوبة، ولكن إذا كانت النزاهة بدون عقل فلا تنفع. إذا كانت بدون ذهنية متوقدة تبني للمستقبل لا تنفع. إعمار العراق مهم أيضا، وكما بنى مجلس الإعمار بغداد بنى سدود في كل أنحاء العراق، بنى جسور في كل أنحاء العراق، بنى مشاريع لم ينفذها وأخطرها مشروع ري الجزيرة الذي كان سيحيي كل الصحاري العراقية ويمتد من تحت نهر الفرات بقنوات لكي يعمر البوادي الجنوبية. لا أطيل عليكم، الحرب الباردة سحقتنا، الأيديولوجيات سحقتنا، حتى العظم، النظم السياسية وتجيير كل الإعمار لصالح النظم السياسية والدعاية لها. وما زال، ومن المشاكل الذهنية أنه ما زال هناك حتى يومنا هذا من يروج لتلك النظم السياسية التي سحقت العراق. بارك الله بك يا دكتور تحسين وبكل الخيرين المخلصين الذين يفهمون المعادلة جيدا منذ أيام ساسون حسقيل حتى يومنا هذا، عندما دمر ليس فقط شارع الرشيد وإنما سحقت مدن كاملة لمصالح فئات معينة استلمت هذه السلطة. وشكرا جزيلا. شكرا، شكرا أستاذ العزيز، شكرا دكتور سيار. عفوا دكتور تحسين، هل هناك تعليق؟ يعني هل يفتي أحد ومالك بالمدينة؟ الرجل قال كلمة حق وهو أستاذنا جميعا في هذا الموضوع. أكيد أكيد، يعني هي المتغيرات السياسية، أنا أسميها مغامرات العسكر. يعني العسكر عندنا بالعراق بقوا بعقلية الانقلابات ما بين 58 إلى 68، 11 انقلاب، 11 محاولة انقلابية. يعني انت من تجي تباوع 11 محاولة انقلابية كل يوم واحد ضابط طالع من الثكنة مالته ويريد يسوي له تغيير نظام، يعني كيف اكو استقرار؟ كيف ممكن انه بلد يستمر ويستقر وبوجود اشكالات؟ يعني هي هاي المشكلة، هم ذول اللي دمروا العراق. واخير شيء هاي اجا فلان وفلتان ووصلونا لهالمستوى هذا الى 2003، ومن وراء 2003 اللي اجى أسوأ من اللي قبل. اعتقد هناك مداخله من الاخ الاستاذ سامر الزبيدي. تفضل استاذ ابو احمد. السلام عليكم جميعا، اشكرك اخي ابو ليث، اشكر الدكتور تحسين، وفرصه سعيده التقينا بي في هذا اللقاء الشيق والممتع، استفادينا معلومات رائعة ورجعنا ربطنا بجذورنا العراقية والبغدادية بشكل خاص اليوم. حقيقة أشكر مداخلات الأخوة، أيضا عجبتني نقطة طرحها الدكتور الأستاذ سيار بضرورة بناء الشخصية العراقية، بناء الإنسان العراقي. أنا حقيقة راح أنطلق منها المنطلق هذا، وهي أنه موضوع التركيز على النظم السياسية هو موضوع عبثي وغير مجدي، لأنه في غير قدرتنا أنه نسوي تغيير بالنظم السياسية، ولكن إذا أكو في شيء نقدر نسويه فهو نبني الإنسان العراقي. وبالنسبة في تصوري المثقفين المتخصصين، طبعا أنا مهندس مدني وليس مهندس معماري، ولكن يعني أعمل في أمريكا حاليا في مجال البناء وبناء المدارس بخصوص بصورة خاصة. طبعا أنا مدير دائرة هندسية بوحدة من المدارس، وأشرف على التخطيط وعلى التصميم وعلى البناء، يعني كلها أشرف عليها. ف قرأت كثير، ومن ضمن الشغلات اللي قرأتها هي أيضا ملاحظة لصديق الأستاذ تحسين وهو الأستاذ تغلب الوائلي بهالخصوص هذا. والملاحظة هي اللي أبداها الأستاذ تغلب، واحدة من كتاباته يقول أنه يحتاج نأسس مكتب معماري استشاري حتى يسهم في حملة إعادة
بناء وتخطيط لمستقبل المراكز الحضرية في العراق. وهذا أشوفه في موضوع مهم جدا حقيقة، إذا صار توجه من أصحاب الاختصاص ومن المعماريين ومن الاستشاريين ليتوجهون إلى الحكومات العراقية، لأنه هذا وقت كلش راح يكون ضايع وعبثي في تصوري، وإنما يتوجهون إلى كيفية ربط كيفية عمل مراكز حضرية بالعراق للتخطيط الحضري، وربط هذه المراكز بمركزية واحدة وهي في مركز استشاري يكون قادر على التنسيق فيما بين هذه المراكز الحضرية بالعراق، وهاي المراكز الحضرية تكون مربوطة بدورها بجامعات عراقية تعنى بالهندسة المعمارية، حيث تقوم هناك مسابقات بينهم وتصاميم لما سوف يكون عليه العراق، مدن كل مدن العراق، يعني تصور طالب من جنوب العراق من وسط العراق من شمال العراق يحضرون جامعات، وكل من يصمم بناء على بيئته وما يستوحيه، فلذلك راح تكون عندنا تصاميم كثيرة بالمستقبل، راح يكون عندنا فد إبداع بالمستقبل، وهذا اللي المفروض أنه نصب جل اهتمامنا وتركيزنا عليه، هو خلق الإبداع داخل الطالب العراقي المهندس المعماري، وتركيز هذه الإبداعات تنسيق ما بينها من خلال المراكز الحضرية، لأن المراكز الحضرية لها دور كلش كبير في تخطيط المدن، وهذا فشيء جدا مهم. فخلينا إذا قدرنا نبقي جذوة المراكز الحضرية قائمة موجودة ونربطها في الخارج بالوسائل الممكنة للاستمرار التنمية بها من خلال مركز استشاري حسب فكرة الأستاذ تغلب اللي نوهت عنها سابقا، وشكرا لكم مرة أخرى، وأشكر الدكتور تحسين مرة أخرى. شكرا أستاذ سامر، شكرا كثير. شكرا أستاذ سامر، حقيقة أنا بس أضيف جنابك تفضلت بي كلش رائع، ومقترح تغلب أنا أعرفه لأنه إحنا مشتركين يعني بجمعية لحماية تراث بغداد من 2007 وكل شيء ما قدرنا نسويه، بس طرح يعني كل الحكومات كانت عندها مشكلة تقول التمويل، ما عندنا فلوس ما عندنا فلوس، حتى بزمن لما كانت ميزانية العراق 114 مليار قالوا ما عندنا فلوس، هاي كلهم قالوا ما عندنا فلوس لتطوير المركز القديم لمدينة بغداد لوشارع الرشيد وهاي المناطق المحيطة به. طرح عليهم أستاذ تغلب في حينها قال لهم ما أحتاج فلوس من الحكومة، نسوي مثل ما سوى الحريري بالسوليدير بلبنان بيروت، صار التطوير من خلال الناس نفسها، من خلال أنه أنا أجي وأقول له أنت مستثمر وإلك يعني حصة وتبدي تشتغل بهالشكل. يعني حتى هذا الموضوع طرحه، ورغم هذا هم وقفوا بعضه قالوا لا بعد ما يصير، ها ما بيشي يخش بجيوبنا، يعني هذا راح يصير تجيب منا وتخلينا ويصير بالاخير كل الاعمار وكل شيء ماكو، احنا ما استفادينا منه. المهم هي هاي اللي صارت. نعم انا معك انه الدولة مركزيا ما ممكن انه تحقق شيء، أنا ضد فكرة المركزية بالتنمية، وما ضيع حظ العراق إلا القرارات الاشتراكية اللي قام بها خير الدين حسيب بالستينات 65 أو 66 وأمن بها كل المصانع، ومن ضمنها محل ما بيع شربت زين أممه، يعني أنت بعد يعني تصورت هاي الحكومات وهاي السياسات اللي اشتغلوا عليها. أشكرك. شكرا دكتور تحسين، شكرا. ان شاء الله نحل المشكله ويا بالميكروفون ويا الاخ غانم ان شاء الله. معني ممنون جدا الواقع اليوم فد محاضره ولقاء، انا جدا سعيد بي وفخور، وربما تقصير من عندي انه احنا باعتبارنا مهاجرين وساكنين هنا في لوس انجلوس من زمان ما متصلين بالكوادر والاستشاريين العراقيين، المداخلات جدا بديعة من الأستاذ الشيخلي والسيدة القيسي والأستاذ تيسير، وغلبني للفكرة مالتي أخونا الفنان محمد فرادي، المشاريع اللي مسويها فرانك لويد أو لي كاربوزيه، يعني هنا عندنا بلوس أنجلوس تنقى بيت صغير قمقومة، بس لأنه فرانك لويد مسوي حاطيه بالهستوريك ريجستر وما حد يقدر يقيسه،
فهل بالإمكان فد التفاتة فنية بسيطة ولو على فد موقعين ثلاثة بالعراق أو ببغداد اللي مسوين لكاربوزي أو فرانك لويد اللي تسجل باليونسكو على أساس هيستوريك ألمنت، هاي تعطي شوية فد صبغة بحيث تكون إلها فد فيجن عالمي. وشكرا جدا، وأيضا المرة الثانية سعيدة بهاي المستويات الراقية جدا الواقع. شكرا جدا. شكرا أستاذ غانم. شكرا. شكرا أستاذ أبو علي. يعني حقيقة مسألة اليونسكو والحفاظ على التراث يعني قبل 2000 أعتقد 2013 مو بغداد عاصمة الثقافة، يمكن أتصور 2013 المفترض أن تكون بغداد عاصمة الثقافة وتسجل ضمن المدن الثقافية في العالم، وبالتالي عندما تسجل المدينة ثقافيا يعني تعتبر عاصمة للثقافة أكيد أكو اهتمام من اليونسكو بها. لكن مشاكل ما أتصور أكو اهتمام. يعني أنت شلون تجيب العالم حتى يهتمون بتراثك المعماري أو العمراني؟ أنت تجيب العالم لما أنت تفرض عليهم هذا الشيء. يعني أنت ما تريد تخليه هو يجي من كيفه ويدور على مكان حتى يسجله يسوي له ريجستريشن ويصير أثري. يعني ها يعني بيت الشلال اللي حكيت عليه جنابك أبو علي معروف في أمريكا، الووترفول هاوس سجل باسم رايت، من ذاك الوقت لليوم ما يقدرون يغيرون به الشباك. مو شو اسمه، احنا المعمار العراقي ينجز منجز وبعينه يروح يصور شلون يفلشوا، ليش هو رفع الشادرشي؟ مو سوى الجندي المجهول؟ مو هو الرجال بنفسه شال الكاميرا وراح صور شلون دي يفلشون الجندي المجهول؟ يعني انت تصور هذا هو هذا المعمار العراقي اللي احنا ننتظر نسجل اعماله ونسجل ونأرخها ونخليها تكون يعني مشكلة. يعني ما أقدر أعلق هواية، يعني أخاف أروح أشفص. شكرا دكتور تحسين. أعتقد الآن وقت الدكتور محمد الشيخلي. دكتور محمد تفضل. السلام عليكم جميعا. عليكم وتحية السلام. واحترام للدكتور تحسين. الموضوع اللي انطرح جدا جميل، لكوننا نعيشنا في بغداد وما زلنا نحن تلك الأيام الجميلة لبغداد، وبتبقى بغداد هي فعلا اسم يعني عندما يذكر بين المدن لها وزنها ولا تاريخها ولها تراثها. للتوضيح فقط أنه وردت عبارة للدكتور تحسين أنه الانقلابات كثيرة، كان يعني يذكر انقلابات العسكر اللي ما بعد 58. بس حبيت أوضح لكم أنه تخصصي علاقات دولية فقط للإضافة لهذه المعلومة. أما للتوضيح أنه الانقلابات هي بادية من 36، بكر صدقي هذا أول انقلاب بالمنطقة كلها، والكثير من الحاضرين يعرفون هذا التاريخ، وبعدين 41 واستمرت الحالة بهالشكل. أضم صوتي للدكتور سيار أنه العراق في تلك الفترة اللي صارت هذه الإخفاقات في مشاريع استكمال البناء كان جزء من الصراع بين الحرب الباردة بين المعسكري الاشتراكي والرأسمالي، والنتيجة أكثر المشاريع أخفقت بحكم الأنظمة السياسية قد توالي وقد تعارض هذه الفكرة أنه انضمام أو لا انضمام أو الذهاب إلى الانحياز. فكانت هاي المشاريع متوقفة بحكم الأنظمة التي توالت على. أما ما بعد 2003 نفس المشكلة، بدل ما يكون صراع دولي عالمي كان صراع أقليمي وما لا زال صراع أقليمي، فالعراق لن ينهض في هذا الموضوع، حيبقى شد وجذب بما يجري في المنطقة وكل المشاريع تتوقف، وموضوع الأنظمة غير جديرة بمسؤولية استمالة أو استكمال الحكم في العراق، كلها أنظمة مهرئة ضعيفة لا تميل إلى بناء العراق ولا تميل إلى الاحتفاظ بنهضته. الموضوع حيبقى عائق وحيبقى شائك في موضوع تطوير المدن في العراق،
أو الحفاظ على سماتها التاريخية وبالأخص بغداد، لأن العراق تحت الصراع وسيبقى تحت الصراع بهالشكل لتقديري ممكن لسنوات يعني ليس كبيرة قليلة، حيبقى العراق تحت هذا الصراع ولن يكون إنجازات إلا شيء بسيط جدا جدا بسيط بمفهوم المنظمات التي داعمة لهذه الإنجازات. لا يغرنا الحديث أن المحافظة الفلانية أو المدينة الفلانية تم بها أعمار، هو ترى هاي منظمات دولية والمنظمة الأمريكية والمنظمات أخرى هي اللي تدعم وتدفع هذه المبالغ استكمال أعمارها أو استكمال إعادة عودة النازحين إليها. وتبقى موضوع الصراع هو الشائك وهو المعقد في هذا الموضوع. فقط أريد أستوضح أمر يعني جاء على بالي أنه اسم دكتور تحسين، تذكرت هذا الاسم إذا يسمح لي دكتور تحسين يوضح لنا، أنه أنا أذكر هذا الاسم كان يعني يعمل في فترة الدورة الأولى للمالكي، كان الناطق الأمني يعني، بس حبيت التعرف يعني إذا هو أو غيره ممكن يوضح لنا. وشاكر حضوركم جميعا في هذه المناورة أو المحاضرة، لأن حقيقة استشعرت أنه كلنا نحب العراق وكلنا نسعى إلى رفع اسمه بين الدول وبالأخص في بغداد تبقى هي عاصمة أم الدنيا. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. نعم أنا فقط للتوضيح قبل ما جاوبك، أنا حالف يمين ما أحكي بالسياسة، بس راح تخليني أدفع كفارة وأحكي. نعم أنا كنت الناطق، ليس يعني ما لي علاقة لا بالعسكر ولا بالأمن، عن الخدمات اللي خطة أمن بغداد هي كان بها جانب خدمات، وكنت ناطق إعلامي عليها لأن كنت أستاذ بالجامعة وانتدبت لهذا الموضوع. هاي نقطة. جنابك حكيت عن الحرب الباردة. الحرب الباردة أنا أتصور أن العراق استفاد منها، أنا هسه أحكي سياسة زين، العراق استفاد منها لأنه كلا الطرفين كان يحاول أن يكسب العراق باعتباره أنه منطقة حيوية في الشرق الأوسط. يعني تعرف أنه الأمريكان أهدوا ضمن ما أهدوا للعراق مكتبة نووية كاملة، هي صارت بالأخير الأساس للمشروع العلمي العراقي اللي هو مشروع الطاقة الذرية. مكتبة نووية كاملة بكل المعارف يعني اللي موجودة بها، وكان المفترض أن يعني وراها يجي مفاعل تجريبي يعني لأغراض التجارب، لكن بعدها بالبحر وصارت 58 وتحول الإيران وأصبح هو النواة للمشروع النووي الإيراني اللي موجود حاليا. هاي واحدة من الأشياء اللي استفاد العراق منها من الحرب الباردة. الحرب الباردة كانت في وقتها آيزنهاور لما أعرض يعني عرض خطة الاحتواء ساعد بها كثير من الدول حتى لا تنحاز الاتحاد السوفيتي، حتى يوقف قدام الاتحاد السوفيتي في مشروع اللي هو اسمه التمدد يعني التمدد الأممي. هذا الصراع العراق استفاد منه، مو ما استفاد منه، كثير من المنظمات البنك الدولي من ضمنها ساعدت العراق في مشاريع كثيرة ومولت مشاريع استفاد من العراق والعراقيين. أنا أتصور أنه فترة الحرب الباردة نعم هي على المستوى السياسي العام هي كانت فترة صراع، ولكن بعدها وراها طلع لنا، ولا تنسى بذاك الوقت أيضا كان جمال عبد الناصر ورا ما سوى الثورة مالته 52 طلع باتجاه الحياد وراح سووا مؤتمر الحياد ببندونغ، والعراق خافوا ليروح يصير في يوم من الأيام بالاتجاه، لذلك صار حلف بغداد. وكثير من الأمور السياسية اللي هي بالحقيقة صبت بالتالي بجانب الاستفادة بالتنمية داخل العراق. أشكرك. شكراً الحديث أو المداخلة الآن للدكتورة جومان كوبا. تفضلي دكتورة. نعم السلام عليكم. دكتورة تسمعون الصوت واضح؟ واضح صوت. واضح دكتورة واضح. نعم شكرا جزيلا إلى الصالون العراقي، وكذلك شكرا إلى دكتور تحسين المحترم
حضرتك سميت محاضرتك حديث مؤلم، فرح أقول لك شكرا على الحديث المؤلم. في الواقع حضرتك ذكرت هو السؤال من محاضرة حضرتك، وأن أنت أقسمت أنه ما تتحدث بالسياسة، بس هو من المحاضرة أنا أدفع يعني. كفارة حتى الأخ. نعم دكتور، حضرتك ذكرت أن البريطانيين كانوا قد تفاجأوا بما رأوا من تخلف يعني بالعراق، وأنه أحد الأشخاص أرسل رسالة إلى زوجته وإلى آخره، هاي القصة اللي ذكرتها، بس يعني هل تعتقد أنه هذا صحيح فعلا؟ يعني أليس لديهم آنذاك يعني مئات من المخبرين والجواسيس، وأيضا كلنا نعرف لورنس أوف أريبيا ومس بيل وغيرهم، يعني أليس هذا شغلهم أن يخبرون بلدهم بما يحصل بالعراق؟ فهل فعلا يعني نصدق أنه كانوا قد تفاجأوا؟ وهو نفس السؤال أريد أيضا يا ريت حضرتك تعكسه على 2003، لأنه نفس المصيبة تكررت، يقولون ما كنا نعرف أو 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 نتائج تشير إلى أنه لا يعلمون أي شيء عن العراق، فهل هم فعلا هؤلاء لا يعلمون أم أنهم متعمدين؟ أو يعني بس كمثال بسيط، يعني إحنا دائما العراقيين من يقعدون مع بعض ويحجون يقولون أوه هاي الدول تعرف كل شيء علينا، إذا نتنفس يعرفون. وأيضا هناك في أحد الزملاء بالعراق قال لي أن هناك معهد في كاليفورنيا في مونيري متخصص بدراسة اللهجات العراقية منذ الخمسينات القرن الماضي، فيعني بالتأكيد هم يعرفون كل شيء علينا، فياريت حضرتك يعني بس تتطرق لهذا الموضوع. شكرا. أشكرك. شكرا دكتورة. بالمناسبة بذاك الوقت ما كان أكو إنترنت حتى الكل يعرفون. أنا تحكي أنت يعني من نحكي على لورنس العرب أو نحكي على مس بيل، هاي تحكي ويا القيادات الكبار. أنا دا أحكي على يوميات دايريز مع الضباط صغار مشاركين بالحرب مشاركين بالقتال، هذولا ما عندهم فكرة. يعني هذا كل اللي قاري عن هاي الأرض هو ألف ليلة وليلة اللي سامع بها، ما سامع بشي. وأصلاً أكو خلط كبير جداً بين التراث الفارسي والتراث العراقي، يعني أو يا العراق ما يفرقون يعني بها. أنا ما حكيت على مستوى بيرسي كوكس مثلاً، لا أكيد هذول كانوا يعرفون شكوش ماكوش. ما حكيت على جنرال مود واللي هو كان يعرف أكيد اللي راح يشوفه قدامه، لكن أنا دا أحكي على ضابط صغير هو جاي ضمن الجيش الإنجليزي من الهند، يرسل زوجته رسالة، وبالتالي يحكي وهو بمخيلته هذا الموضوع. بالمناسبة أنا وقع تحت إيدي قاموس صغير باللهجة للهجة العراقية، صادر من وزارة الدفاع البريطانية، يوزع على الضباط ووزعوه على يعني قطاعاتهم شلون تحكي الكلمات العراقية وقبالها بالإنجليزي حتى تقوليها، يعني تقولين شنو لا كاتب شنو، شلونك كاتب شلونك، يعني هالشكل. قاموس صغير كتيب وزعوا لهم، يعني دليل على أنهم يردوهم يوصلون إلى المستوى اللي يعرفون به أو يتواصلون به ويا الناس اللي موجودين. أما 2003 لا تختلف، 2003 أكو إنترنت، أكو كل شيء، أكو أقمار صناعية، أكو فضائيات، لا جو يعرفون شك مش قدامهم ويعرفون شي يسوون ويعرفون شو راح يسوون. أشكر الدكتورة جمانة. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. أعتقد هناك مداخلة من الدكتور كاظم المسوي أبو يوسف قبلك أستاذ حازم، فإذا كان متواجد فليتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا دكتور كاظم. آسفين على التأخير دكتور. لا عفوا، شكرا للصالون العراقي، شكرا دكتور تحسين. بالحقيقة أنا رفعت إيدي بس بعدين أن نزلتها لأنه ما كنت أريد أطرحها قبل الأخ سبقوني، الأخ الأستاذ سيار والأخ الأستاذ سامر، بأن مشكلة العراق الآن لحل مشكلة العراق ليس إعمار بغداد وليس إعمار العراق، وإنما كما ذكر الأستاذ سيار هو إعمار أو بناء الإنسان العراقي، وعملوا ما عملوا لأن يجعلوا هذا الشعب شعب مع الأسف، مو غالبية الشعب شعب متخلف مع الأسف،
أقدر أقول بهذا الشكل. في هنالك طبعا كوادر حقيقة إلها الإجلال وإلها التكريم وإلها الاحترام الكبير، لكن بشكل عام الشعب العراقي شعب مع الأسف ليس بالمستوى المطلوب. فعلينا لبناء العراق هو بناء كما ذكر الأستاذ سيار بأنه أن نبني الإنسان العراقي. هاي النقطة طبعاً نزلت إلي لأنه طرحها الأستاذ سيار، ما أريد أعيدها. بس نقطة أخرى أحب أن أذكر أو ما استنتجت من محاضرة الأستاذ الدكتور تحسين، طبعاً محاضرة قيمة جداً رائعة جداً، أثارت بينا التاريخ وأثارت فينا طبعاً الأوليات حياتنا. النقطة اللي استنتجتها بأنه هذه المشاريع اللي انذكرت في أواخر أو بداية الخمسينات هي كانت من أوليات ومن اقتراحات ومن لدن أفكار وتطلعات الملك فيصل الثاني. أنا هذا اللي استشفيته من كلام الأستاذ الدكتور تحسين. بالحقيقة أنا أشوف هذه المشاريع هي كانت من لدن مستشارين ومتخصصين استعان بهم الملك، ممكن لأنه الملك فيصل الثاني كان بعد شاب، استعان بهم لأجل أن يبنون أو لأجل أن يكتبون أو يقررون ما يمكن تقديمه لبناء العراق. فهي ليست من لدن الملك فيصل الثاني، وإنما مثل ما ذكرت بعدين متأخرا بأنه من مجلس الإعمار اللي يضم جملة من المتخصصين العراقيين. وشكرا لك دكتور تحسين على هذه المحاضرة القيمة. شكرا لصالحك. أنا أشكرك دكتور كاظم. أنا بس أقول لك أنا قلت ما أحكي بالسياسة، بس أنت تحكوني بالقوة. راح أحكي لك حادث حتى نخصم مسألة بناء الإنسان. بلجنة الخدمات كان أكو طرح لموضوع المدارس، بناء المدارس في العراق. كان أستاذ حسنين معلى، دكتور حسنين معلى مدير المنشآت المدرسية أو فتشي من هالقبيل، وقاعد وزير التربية خضير الخزاعي، وقاعد جنرال بيترايوس. فقالوا إحنا محتاجين 4000 مدرسة وعندنا 80 مدرسة طينية. فالناس كلها استغربت، يابا أنت شلون تبني مدارس؟ ليش ما تبني مدارس؟ تعاركوا بيترايوس وخضير الخزاعي. بيترايوس يقول له أنا دابني مدارس أكثر منك. يقول له التالي، أنا مو واجبي أبني الجدران، أنا واجبي أبني الإنسان. أنا من يمي حقيقة أحوص، ما أقدر أسكت به الشغلة. فدست الدقمة وحكيت وياه، قلت له مع الوزير ليش هو أكو إنسان ينبني بلاي جدران؟ قال أكو جدران حتى تحدد البيئة التعليمية اللي ينبني بها الإنسان. خو ما تخلي قاعد بالدرب وتقول تعال يعني شلون تبني. هاي هذه هو المستوى العقلية يا أخي اللي موجود الآن، نريد نبني بها إنسان. هاي بعيني، هاي أنا مشارك بها، يعني لا حد حاكيله ولا حد قايل. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي جنابك أشرت لها إنه الملك فيصل، يعني ليش لا، ليش مو الملك فيصل؟ الملك فيصل يختلف عن أهله إنه هو تربى ببريطانيا، كان يدرس بهارو، مو تمام؟ هو راح زار الولايات المتحدة الأمريكية عمره 17 سنة، ونفسه لويد رايت كاتب، يعني هو يحكيها، يقول بلقائي الأول مع الملك فيصل هو اللي قال لي أنا أريدك تبني دار أوبرا. لأن ملك فيصل متصور أنه يعني النهضة تبدي مثل ما بدأت بأوروبا، النهضة بدأت بأن تبني أنت هاي الصروح، الصروح الفنية الكاتدرائيات غيرها هي اللي بنت أوروبا، النهضة العمرانية بأوروبا. هو هم كان يتصور أنه يبني دار أوبرا مهم جدا، يبني جامعة شيء مهم، يبني مطار شيء مهم. وطلق عليه ورايت هو نفسه يقول الملك فيصل قال لي زين، ما قال. ويقول أنا يعني، واللقاء موجود بهذا الكتاب اللي تقدر تقرأ اللي راح نزل الأستاذ أبو ليث اللي هو جني بغداد مال صادق الطاهر، صادق راح مبالي اسمه، المهم موفق الطائي موفق الطائي قلت صادق الطائي موفق الطائي
زين كتاب يعني شارح به هذا الأمور. ما أعرف أنا ليش أنت مستغرب أنه هو مثلا مو الملك فيصل. نعم أكو مجلس إعمار ويأخذ بالحجي أو ما يأخذ بالحجي، بس الملك هم كان يعني إلى رأيه. القصد بأنه كان هنالك متخصصين عراقيين، كان هنالك بأنه أناس عاملين بالحقيقة يودون أن يقدموا شيئاً للعراق، فكان الملك فيصل طبعاً هو الداعم لهم واليد التي تشد على أيديهم، يعني مو كشخص، القصد هذا بأنه مو كشخص الملك فيصل، وإنما لا كان هنالك المتخصصين العراقيين اللي يقدرون يرفعون هذه أجانب. أجانب كانوا أكو اثنين مستشارين أجانب يعني لا إجباري يكونون موجودين بالمجلس. نعم أحسن، شكراً. شكرا. اعتقد الان المداخله للاستاذ حازم. حياك الله دكتور تحسين. احسنت استاذ دكتور حبيب. استاذ نزار اذا سمحت تفضل لي. دكتور منزل لكم المايك. استاذ حازم استاذ. اذا سمحت لي تفضل. يعني انا اشكركم جدا الصالون العراقي، يعني تجتهدون في تقديم رؤى ومشاريع فكريه عظيمه. شكرا للدكتور تحسين، وأنا أميل علميا إلى أنه دائما يقول أنا لا أقدم محاضرة بقدر ما أقدم إطار نظري يمكن نتناقش حوله. إجرائيا أنا عندي اعتراضين. الاعتراض الأول أسجله على الأستاذ كاظم، الشعب العراقي ليس متخلف، لكن الذين ما الذي دفعهم الله ليكونوا على رأس متخلفين. العراقي في المحاضرة السابقة أو ربما في الحوار السابق قلت العراقي كان أمامه ثلاث خيارات: أما أن يهاجر، وأنت أستاذ كاظم هاجرت، أو أن يرضخ تحت نير المتخلف. لكن العراقي ليس متخلف لأنه لا زال يفكر، يأكل، يشرب، يتظاهر، ربما يعارض. فأرجو يعني هذا فكرة التعميم على شعبك لا تطلقها. حدث إجرائيا عن الحوار، يعني أنا واحد من الناس المتخلفين الموجودين في بغداد قريبا من شارع فلسطين، أجد هذا الوعي المتقد الذي يبز وعي. ليش؟ لأنه استطاع أن يعيد وجه العراق الكالح في تشرينيات، هاي التشرينية البسيطة، وفي كثير من الأشياء. هذا إصرار العراقي على أن يأكل، يشرب، يذهب للمسرح، يتعلم، هاي حقيقة كبيرة في الوجود. لكن أن نبني ربما الشخصية، هنا سأتحدث عن القضية الإجرائية الثانية التي طرحتها أنت، وربما يعني لم أكن يعني أحاول أن أشاكسك دكتور تحسين. هنا أتحدث عن الأوليغاركية، الطبقة، الجماعة، البيوتات. لدينا بلدين جارين، لبنان، وأنت تحدثت عن أوليغاركية كيف عملت في بيروت، ولدينا هشام طلعت ونجيب ساويرس ومحمد أبو العينين. وما الذي فعلوه؟ أنا أعتقد أن الطبقة الأوليغاركية تذكرني بعرب فلسطين، ما أن يمس في كرامتها أو حريتها حتى تأخذ أشياءها وترحل. هي ليست تهمة، ولكن هذه حدود صبر العراقيين. الذي بقى من العراقيين الفقراء. وأنا سأحيلك إلى قضية وهذه ربما تفيدنا جميعا. في ثلاثة كتب لفورستر العراق وللدكتور بهنام بصوف في ظلال الوادي العريق وللدكتورة بهيجة خليل العراق وبغداد في التاريخ، تقول أن بغداد قرية عمرها أكثر من 3000 عام. فقد ذكرت هذه الإمرأة وذكر الدكتور بهنام وذكر فورستر أن هذه المدينة ذكرت كقرية في سنة 1752 في كتابات حمورابي، ثم انتهينا بعد ذلك إلى كتابات الملك الآشوري مردوخ بلادن، ثم ذكرت في كتابات الآموريين والأراميين بين قوسين الكلدانيين، وآخر ملك لهم كان نابو نعيد، كونها قرية جميلة. وعودا على بدء وتأسيسا وتأصيلا للتاريخ، هذه المدينة الافتراضية أنا أسميها، وأنا يعني مصر على
فرضية الافتراضية هي نصف قطرها تبدأ من الإعدادية المركزية دكتور تحسين، وهذا ليس أنا قرأت كل الحفريات التي أقيمت سنة 1976، وكان أستاذي المشرف دكتور بنام رئيس اللجنة كان يتحدث عن أن اختيار أبو جعفر المنصور للمدينة لم يكن اختيارا عاديا، فالمدينة كانت معروفة بهم، وهنا سألفظ التسمية كما في السومرية بغدادو، وفي الأكادية بغدادي، وفي الآرامية بغدادا. طبعا هذا الموضوع يؤكد لي على أن الرجل لم يختاره إلا بعد أن استشار. عودا على التأسيس، الدكتور بهنام الصوف يقول في بداية بنانا لجسر 17 تموز اللي هو ربط مدينة الطب وكذا، جاءوا مجموعة من الشخصيات للقيادة آنذاك، قال لقد توفي أكثر من مهندس كوري في هذا المكان، ويقصد خضر الياس. والكلام والوثائق لا زالت عندي للدكتور بهنام الصوف، يقول أن مجموعة من الغطاسين العراقيين والكوريين، وحتى استعنا بالفرنسيين، غطسنا في الجهة المقابلة الإعدادية المركزية. هذا نصف القطر. الفرح مع روح دكتور حسين أمين أيضا أكد لهذه المعلومة، غطسنا والدكتور بهنام معهم، يقول وجدنا في العشرة أمتار الأولى بناء مظلم أشبه بالكنيسة، والأسفل بناء يكاد يكون فيه بعض الكتابات الآرامية. عذ ذاك اكتشفنا أن قرية بغداد الموجودة في النصوص السومرية والبابلية والآرامية هي هذه المدينة. عودا على بدء وسأختصر قليلا، يبدو أن مدينة بغداد هذه القرية التي تحولت فيما بعد إلى عاصمة لأبو جعفر وهارون الرشيد، تبدو كأن هناك لعنتين. أولا لعنة هاي الشعب الذي ربما يحرق مدنه، قد عرفنا ذلك من أور، أو يغادرها، أو اللعنة أخرى هي اللعنة التاريخية، هذا النار يحفر في هذه المدن دكتور تحسين ويغير أشكالها ويغير مدنها، بدليل لا يجوز يعني من باب الافتراضي أن نجد شارع المعز في القاهرة ولا نجد كثيرا من معالم مدينة بغداد. سأنتهي بقضية، يبدو أن بغداد كمدينة كونها مستوعب للهجرات لم تحافظ على هويتها. أعتقد نحن نحتاج إلى أن نترحم على بعضنا لكي لا نرجم أشياء جميلة. أنا أعتقد وأصر على هذا الموضوع، العراقي كان يتوسل المحتل كي يعيش لأنه مل الاحتلالات، وكان يتوسل حاكمه الظالم كي يتركه يعيش بلا سخرة وبلا حروب، وكان يتوسل الطبيعة التي كانت مناكفة له. فرفقا بالعراقيين، شكرا جزيلا وعذرا للإطالة. ممكن 30 ثانية بس أجيب على أنا أعتذر من الأستاذ الدكتور مزر الخفاجي، أنا لم أعمم بأن الشعب العراقي كافهم متخلفين، ولكن ذكرت بأن هنالك كوادر وهنالك طاقات وهناك إمكانيات. لكن الدكتور مزهر هو أجاب على السؤال، على جواب بالحقيقة على سؤاله، بأنه بالأخير ذكر بأنه هذا التاريخ القديم كله ما إلى أثر الآن، لأنه الشعب ما حافظ على تراثه، ما حافظ على على تراثه. فما معنى ذلك؟ معنى بأنه الشعب لا يقدر تراثه، والشعب لا يقدر تراثه ويعتبر شعب، أنا ما أريد أعمم، بس اللي ما يقدر تراثه هو يكون متخلف. فهذا أنا بس أسأل سؤال يعني دكتور. عفوا دكتور تحسين، أنا ما أريد أدخل لأن هذا موضوع شائك جدا، طويل، أدري أعرف بطويل. أنا بس أسأل، واحد عايش ببغداد عام 1850، نعم، خلي أقول، نعم، يعرف من السومريين، يعرف من البابليين. أنا أقول لك الطابوق يأخذوه من أثار البابل يبنون بيوتهم، يعني هو شنو التخلف؟ هو التخلف فقط مجرد لأنه أنا يعني تأخذني العصبية القبلية وأبدي أحكي بكيفي؟ لا، 450 سنة هو تحت الاحتلال. هذا الشعب الجائع كان يهدم مدنه رفضا للظالم ورفضا للجور. هذه مدن الآن
يعني العراقيون لم يسكنوا المقابر لكنهم سكنوا في باحات وأسميناهم متجاوزين وأسميناهم مهجرين. يا أخي لا تعمموا، يعني نحن أنا ما منا خيارين. أنا أدرس في جامعة بغداد وأنت قريب منها، أنا أعرف أن طالبي يخرج من الصف والله يبيع لبلبي، هذا متخلف عنه لكنه يريد أن يمسك بالمعرفة علها تنقذ العراق. الآن يتجاوز على أي شارع وأنا أقول من حقه. ليش؟ لأنه لن تضمن له الدولة محط أن يموت فيه. هل تعرف أن مقابرنا تباع الآن وبملايين الدنانير؟ كيف تريد لمجتمع يتماسك ربما يتماهى مع الجمال مع الحياة وهو لا يجد فرصة عمل وهو لا يجد مكان يستقر به؟ لا تلوم الآخر. أنا أعرف وأنت لا تعرف أن بيت أبو توبة وهم حراس مدينة الوركاء كانوا يقاتلون ولا زال، وكان ابنهم مهر يقاتل الذين يسرقون الوركاء ومعابد إيننا. هذا الرجل استثناء، مثل ما أن هناك صاحب كذا شهادة للسرقة العراق. نحن يجب أن يعني نحاكم مجتمعاتنا على أساس ما قدمنا لا، والطبقة الأوليغاركية وأنا منهم، الجماعة الوطنية وأنا منهم، والجماعة المثقفة وأنا منهم. أعتقد لم نكن أوفياء على أقل تقدير للتاريخ الإنساني لهذه المدن. يعني نعترف دكتور تحسين أننا نحكم على شعب جائع، وهناك فرق بين جائع وآخر ممسك السيف عليه. خلاص، شكرا جزيلا. أعتقد الدور إلى الآنسة دليلة، تفضل. حياكم الله جميعا. أنا دليلة حيوي لمن لا يعرفني، وطبعا الكثير لا يعرفني، موظفة أمنية بروما. أنا مغربية إيطالية من أصل أمازيغي، إذن فأنا لست عراقية ولست حتى عربية، لكنني معربة اللسان وفخورة بذلك. ليس لدي سؤال محدد، لكن أود أن أقول عطفا على ما جاء به الدكتور العزيز الدكتور مزهر الخفاجي، وهو من ركائز ومن دعامات صالوني الثقافي متعدد اللغات جنان أرجانا. لدينا في المغرب، أنا من مدينة مراكش، لدينا في المغرب بغداد هي رمز للحضارة، رمز للتحضر، رمز للبدخ والطرف. حتى نقول فلان يتبغدد، يعني فلان يرفل في النعيم، يرفل يعني في الخيرات. هذه هي بغداد التي أريد دائما أن أراها. زرت بغداد وبقيت ربما فيها ما بين بغداد وبابل لمدة 10 أيام أعتقد، أو تقل قليلا المدة، سنة 2019، وكنت سعيدة بما رأيت. كنت سعيدة بالزيارات التي قمت بها، سواء لوحدي سواء مع المجموعة التي كانت حاضرة معي. وبغداد كانت تستقبل 200 مشارك من كل أصقاع العالم ضمن فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية. سعدت بالصلاة بين رحاب مقام باز الله الأشهب مولاي عبد القادر الجيلاني، ولأنني لا أنسى بأن جدتي رحمها الله ككل جل المغاربة عندما كانت تواجه مشكلة ما في حياتها كانت تأخذ قطعة نقود وتعقدها بطرف منديل رأسها أو الوشاح الذي تتشح به، وتقول هذه صدقة لمولاي عبد القادر الجيلاني. هي طبعا الصدقة تقول للفقراء من حولها، لكن هذه هي بغداد التي بتجاوف ذاكرتي، وبغداد التي أحملها في قلبي.
فكما قال الدكتور مزهر الخفاجي رفقا ببغداد ورفقا بكل الأوطان، لأننا في الهم سواء من المشرق حتى المغرب. وحييتم جميعا، تحياتي لكم جميعا، ودمتم لبغداد، لأن ما تحدثتم عنه ما هو إلا نابع من القلب، لذلك لامس شغاف القلوب جميعا. تحياتي. شكرا، شكرا أستاذة دليلة، جزيل الشكر. عفوا أستاذ تحسين، هل هناك أي مشاعر جميلة؟ مشاعر جميلة من الإنسان النبيلة. أمانة أنا يعني فخور بأنه أنا من بغداد، وفخور بما تذكري عن بغداد. يعني إحنا نعتز بغداد، وهي بغداد عايشة بينا وليس إحنا عايشين بها فقط. يعني أنا ابن بغداد، وأقول لك إياها، تشرف بغداد بزيارتك مرة أخرى، وإن شاء الله تشوفين بها كل الأشياء الحلوة. شكرا. وأعتقد هو السؤال أو المداخلة الأخيرة من الأستاذ مصطفى. تفضل أستاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأساتذة الكرام، شكرا جزيلا. أنا هنا طبعا لأستزيد، ليس إلا أنا حتى أسمع وأتابع. أنتم تاج على الرأس، وكلكم أساتذتنا الكرام، فما أريد أطيل عليكم. الحقيقة موضوع صغير حبيت أن أتحدث حوله، موضوع يعني القياسات الجاهزة. نريد نبني بغداد، نريد أن نبني مدينة جميلة، نريد أن نفعل شيء ما، فنستلهم قياسات جاهزة ونضعها أمامنا، أو نقول تاريخنا 7000 سنة أو 5000 سنة. وأنا أعتقد هذه الدوائر هي دوائر مفرغة. أنا تربيت في العراق، نشأت في العراق، خرجت من العراق وعمري كبير وعايش خارج العراق، فباستطاعتي بكل بساطة المقارنة بين أستاذ رأيته في الجامعة في العراق، رباني وعلمني وتخرجت تحت إيده، وأستاذ أيضا يعني أيضا درسني في الغرب وأيضا تعامل معي، أستطيع أن يعني أجد البون والإيجابيات في الشخصيتين، لكنني لست في مكان يؤهلني أن أحكم، لأنني أولاً لست بأكاديمي، ثانياً لم أصل للدرجة التي تجعلني مؤهلاً لذلك. لكن برأيي الشخصي أن من يريد أن يبني عاصمة جميلة، أول ما يفعله هو أن يضع فيها إنساناً مؤهلاً لهذا البناء. بمعنى لو أننا أتينا بشركات العالم كلها الآن وأعطيناها ما يكفي من المال لتبني بغداد مع ما موجود فيها الآن من يعني مخالفات، خلينا نقول، أو من مجتمعات أو عشوائيات، لا أريد أن أتكلم عن الأشخاص أو المجتمع العراقي، فهو مجتمع على رؤوسنا جميعا، لكنني أقول الوضع الحالي لا يسر، فالجهل يشترى ويباع الآن. يعني هنالك بوابات صرف لتعميم الجهل، يعني فلذلك لن ينجح المشروع. أنا برأيي قبل أن نبني عاصمة جميلة، أو بما معنى البناء الفيزيائي، يعني البناء الفعلي الفيزياوي، يجب أن نبني البناء الفكري، وهو أن نبني جيل من الصفر، لأن أعتقد الأجيال السابقة وأنا منهم، يعني إن لم نستنفذ فنحن أصلا مستنفذون. تعبنا من الوضع الحالي، تعبنا من انتخابات تعيد لنا نفس الطبقة، فعلى الأقل يجب أن يظهر تيار يركز على الأجيال. يعني هذه الأجيال لا ترى ما هو صحيح، لا تعرف كيف تتعامل مع النظام المروري ولا النظام ولا القانون. الكثير منهم يعني أصلاً خارج عن نطاق التفكير السوي، ربما يعني هم أكثر اندماج بالسوشيال ميديا والألعاب وما إلى ذلك، لكنهم بحاجة إلى تثقيف فعلي بالمعنى الأصح، المايند سيت اب، يعني بما معنى إعدادات العقل التي تنتج جيلاً سوياً مثقفاً. أنا لا أريد أن أطيل، أعرف أنني أتكلم ونحن خارج الوقت، لكن اعذروني، هذه هي فكرتي. لن ينجح أي شيء بدون الإنسان، فالبناء أولاً هو الإنسان في البصرة وكربلاء والنجف والموصل وبالأخير بغداد. تحياتي لكم جميعاً وأفتخر بكم جميعاً. شكراً. شكراً أستاذ مصطفى، شكراً جزيل الشكر، ونحن متفقين في هذه الناحية.
حول بناء الإنسان. أعتقد الدكتور تحسين هناك تعليق؟ لا بالعكس يعني كلام جميل. جزيل الشكر. المداخلة الآن من الدكتور عباس. شكرا عيني أبو العيد. الشكر الجزيل. الشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل الدكتور تحسين على محاضرته الرائعة. الحقيقة أثار شجون يعني عندما أثار موضوع شارع الرشيد وكيفية عمليات التخريب المستمرة ولا زالت مستمرة. وأنا حقيقة شاهد عيان على التخريب اللي حدث في مدينتي مدينة مسقط ومسقط رأسي ناحية الكفل في محافظة بابل. وأنا أعتبرها الحقيقة من جرائم ضد الإنسانية وليس ضد العراقيين. كما تعرفون النبذ الكفل اللي المدينة أصلا نسبت إلى اسمه هو ورد اسمه مرتين في القرآن الكريم، وهو النبي حزقيال اللي كفل اليهود بعد السب البابلي. والحقيقة اللي تمكن هو من إقناع الملك البابلي من إرجاع اليهود إلى أورشليم القدس. فالمهم اليهود يعني أتذكر يعني باك بالستينات كان يجون أفواج، كل اليهود بالعراق يأتون لزيارة النبي حزقيال، النبي اللي هو النبي ذي الكفل. وعمر الآثار اللي موجودة بها الحقيقة آلاف السنين بعد حكم بعد السقوط يعني بال 2004 و 2005 ذهبت إلى العراق لقيت هذه الآثار محيت تماما. واحد معمم على ما أعتقد ما أعرف والله إيش قد عمره 26 27 28 سنة ومنتمي لأحد هالأحزاب اللي جاء بها الاحتلال. المهم أزالوا هذه الآثار ووضعوا مكانها سالفة دكتور محمد أستاذ محمد فرادي من الأحمر والأخضر من هذه البناء الحديث. الحقيقة ذهبت وبقتها إلى الإدارة المحلية الموجودة من قائم مقام ومدير بلدية أو إيش للاستفسار عن هذا الموضوع هذا على هذا التخريب. بالتأكيد هم متخلفين عقليا وبامتياز، لأنه كل واحد من عندهم ينتمي إلى حزب أو إلى من الأحزاب متأخرة. قلت المخوان هذا 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 تراث، هذا الحقيقة هو ملك للإنسانية مو ملك للعراقيين ولا ملك وثانيا ملك للعراقيين. كيف أقدمت على هذه الجريمة بتهديم أو هالإرث الحضاري الموجود بهالمدينة هذه؟ قلت المستشارات اليونسكو بهالموضوع هذه دول واحد يبقى واحد ثاني شون جاي أي يونسكو هذا تحكي أنت أي يونسكو هذه. المهم فجريمة حقيقة يعني يدمي لها القلب. فسؤالي الدكتور تحسين إذا ماكو زحمة، هل ممكن من تفعيل أو إعطاء دور أكبر لليونسكو والمنظمات التابعة إلى بالعراق دور أكبر للحفاظ على ما تبقى من إرث العراق؟ لأنه الحقيقة التخريب لا زال مستمر وبامتياز، لانه ايش اكو عندنا اثار تم تهديمها وبنائها بهالبناء هذا اللي ومحو تاريخ يعني معالم تاريخيه تم ازالتها وظهر اعطوا يعني صلاحيات للاوقاف بما سمي بالاخير اوقاف سنيه اوقاف شيعيه او غيرها. فهل ممكن يعني استاذنا العزيز ودكتورنا الفاضل تحسين انه اعطاء دور اكبر او تفعيل دور المنظمات المرتبطة باليونسكو ذاك من الحفاظ على ما تبقى من العراق؟ وشكرا جزيلا. شكرا دكتور. أنا أقول لك شيء واحد يعني يمكن ما حكى جلدك بس مثل ظفرك. يعني إحنا ليش نلجأ لليونسكو حتى نحافظ على بلدنا إذا إحنا مثل ما يقول دكتور زمزل إحنا ما غير متخلفين؟ فأكيد إحنا عندنا القدرة على أن نحافظ على بلدنا ومن غير ما نلجأ لمنظمات دولية. يعني المفروض احنا نبني بلدنا، احنا نحافظ على تراثنا، احنا نحافظ على ارثنا. اما اذا نريد نلجأ لليونسكو حتى نقول لهم تعالوا حافظوا على شارع الرشيد، لو حافظوا على المدرسة المستنصرية، او حافظوا على فلان بوكان، او حافظوا على سور فلان شيء، يعني من المؤكد يعني ما اعرف
السيادة وين، إحنا وين، إحنا شعبنا شقد واصل إلى المستوى اللي يعني هو قادر على أن ينفذ هذه العملية لو اللي يروح يجيب من برا واحد ويسويها. ما أعرف والله، ما أعرف شو جاوبك. شكرا جزيلا أستاذ الفاضل. شكرا لكم. الدكتور خير الله، والدكتور الدكتور خير الله إلى دقيقتين فقط. تفضل. نعم. بعد دكتور خير الله. ماشي هو كذا. شكرا لكم. لا وبالحقيقة هو على الهامش، هو تأصيل تاريخي عن هوية البغدادي. بالحقيقة يعني في وقفات مثلا البغداديين رفضوا أن يسائلهم من خلال الجند الأتراك لما جابهم المتوكل، ظلوا يعلقون عليهم تعليقات ينقلها الجاحظ بشكل مذهل، خلاهم ينهزمون إلى سامراء. هذا أحد الأسباب الرئيسية اللي خلت الجند التركي يخرج من بغداد، يعني أهل بغداد ما يقبلوه. والتعليقات البغدادية منذ تلك الفترة بدأت عند البغداديين. أي واحد لذلك أحدهم يقول مجبرين دخلنا إليها فلما ألفناها خرجنا مكرهين. بغداد تماما تحافظ على وضعيتها الثقافية والأنثروبولوجية بشكل جميل جدا. قد صار بها تغييرات تبقى بغداد فيها. ملا عبود الكرخي الله يرحمه عنده قصيدة جميلة يقول بغداد مبنية بتمر فلش وكل خستاوي، طبعا نحكي بيها بعدين يذب عزيزة. شي يقول بغداد مبنية بالتمر، اش حدك تدش يا الواوي، وين تروح انت يعني؟ ما تطلع من شوارع. اصلا دقيقتين خلاص، لا نسويها في اليوم ان شاء الله من بالمحاضرة مالتي عن الوراقين راح اذب عزيزات. حياك الله. اكو مداخلة من الاستاذ محمد فرادي، تفضل ابو حيدر. شكرا جزيلا عزيزي، بس تعليق بسيط حول المسؤولية، من هو المسؤول عن الدمار أو إزالة الآثار أو التخريب أو فقدان الذوق؟ أو الحقيقة إحنا منقول ويعذر أفهم باختصار دقيقتين أبو حيدر، موضوع بس مثال بسيط بأزمنة مختلفة من العشرينيات إلى الآن لكيف الإنسان العراقي يدمر تراثه، سواء هذا كان الإنسان العراقي مثقف أو مسؤول أو بسيط ابن الشارع. أول تخريب بدأ وهذا درسناه احنا أكاديميا لأول أمين بغداد أو أمين عاصمة بغداد، وهو اللقب ماله المفتي ولا نسيت اسمه الأول، في أول تأسيس الدولة العراقية جاء به من محافظة أخرى ليكون أمين لبغداد. فأول عمل سوى فلش أزال سور بغداد وأبواب بغداد باستثناء هذا الباب الموجود الآن، باب الطلسم أو ما أعرف الباب الوحيد اللي هو قريب على شارع محمد القاسم. تخيل في أواخر العشرينيات في بداية أول تأسيس الدولة العراقية يأتي أمين بغداد من محافظة ثانية والعمل طبعا هذا شوف التخريب، ويستمر التخريب مثل ما ذكر الدكتور عباس إلى جامع الكفل، وأنا الحمد لله جامع الكفل ومن دراستي لتوثيق التراث الشعبي العراقي وثقته، وكان متحف حقيقي ذو الكفل وللأسف انزال. أنا في طريقي إلى زيارة البصرة قبل سنتين كان هناك مسجد معروف بين البصرة والزبير في الطريق، وهو جامع أثري قديم يسمى خطوة الإمام علي وجامع الإمام علي، وجدته مغلف بهاي المواد اللماعة، وقرأت القطعة المكتوب جوه قام بشسمه ما أعرف شنو فتصيغ المقاول فلان متبرعا بكذا ما أدري فد جنجلوتية لإعادة تعمير أو بناء أو تغليف المأذنة، والمأذنة هذه من المأذنة المهمة جدا، وهي بالأصل تشبه مأذنة الموصل الحدباء، تخيلوا مبنية من زمن الإمام علي الآن مغلفة بالحجر اللماع والآخره. موضوع أبو ليث حبيبي، وهذا يعني لا نحمل إحنا مسؤولية التخلف إلى المواطن البسيط أيضا، يعني الآن المسؤولين وأصحاب القرار كلهم جاي يساهمون بتدمير المدينة. وشكرا جزيلا. شكرا أبو حيدر، شكرا كثير. آسفين دكتور تحسين، هناك استفسار أو مداخلة، إحنا أخرناكم كثيرا أعتقد من الأستاذة عفاف الدراجي. نعم السلام عليكم. حياك الله. بدقيقة واحدة يعني أشكر دكتور تحسين على هذا الجهد العظيم، وأشكر كل الحاضرين على هذا العمل الرائع.
أرجو استمراركم في هذا العمل وجذب الشباب لحضور هذه الندوات. أول شيء حتى تبني في شيء تحتاج تهيئة فكرية، وما تقومون به هو تهيئة فكرية لنقلة. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح طاقة من رحمته وتصير في يوم من الأيام. لازم الله سبحانه وتعالى ما يخذلكم، الله لا يخذلكم جميعا يا رب. تحياتي وشكرا جزيلا. شكرا كثير. شكرا جزيلا لكم، وشكرا على هذه الاستضافة الرائعة، شكرا لكل الحضور حقيقة، السيدات والسادة زملاء وأعزاء على قلوبنا.